السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم ونرحب طبعا بالدكتور محمد الفران وبشمهندسة سمر، طبعا الاثنين أغنياء عن التعريف. الدكتور محمد الفران أستاذ بأكاديمية طيران دكتوراه جامعة القاهرة، الرئيس التنفيذي لشركة زي بيلدر، وخبرة ما شاء الله 20 عام من الخبرة في قطاع الكونستراكشن وإدارة المشاريع باستخدام البيم والإنترنت وسينجس والكلاود والذكاء الصناعي، ومستشار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والولايات المتحده الامريكيه، شغال في مجال الكونستراكشن والكونسلتنت. ومعانا البشمهندسه سمر صلاح عبد الغني، هي متخصصه في اللين كونستراكشن من شركه انفرا رود قطر، وبروجكت كنترول مانجمنت، و حاصله على السي ام لين و6 سيجما والبرنس 2 والام سي اي او بي والاي سي اي اراب والام ام يو بي. وان شاء الله النهارده محاضره شيقه في موضوع كونستراكشن مانجمنت ان يو كلاود اي ار اي. اتفضل يا سيدي. اتفضل. السلام عليكم. ألف شكر طبعا لحضرتك باشمهندس عمر على التقديم اللي احنا بنشبهها أكيد طبعا ليك وللأصدقاء جميعا والإخوة. النهارده المفروض السيشن الثانية بالنسبة لنا في موضوع اللين، والسيشن الخامسة لفكرة النقاش اللي احنا فعلا محتاجين كنا نطرحه مع بعض ونتناقش فيه ونشوف الريال كيسز بتاعته، اللي هي فكرة استخدامات الكونستراكشن فعلا في الكلاود ايرا او عصر الكلاود زي ما بيقولوا، وهل بالفعل الكونستراكشن محتاج حاجه زي كده ولا لا. وكنا بداناها اول ثلاثه سيشن على فكره استخدامات الكلاود وايه اهميته لينا بالذات في موضوع البلاننج والريسورس سكادولينج والابديتس والبروجرس بتاعها، وكملناها في الكوست اوف استيميشن، و دخلنا في ازاي ان هي فكره فعلا الكلاود بشكل او باخر واستخدامات الذكاء الصناعي وتطبيقاتها ليها كمان كانت بتفرق معانا وفرقت في المشاريع اللي احنا شغالين فيها بالفعل في خلال ال 10 15 سنه اللي فاتت لتحسين اداء الشركات الحمد لله وشركاء النجاح اللي احنا شغالين معاهم سواء في مصر والشرق الاوسط كله. وزي كده المثال اللي الحقيقي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي طبقنا عليه بالفعل، بل بالعكس كمان فتحنا الحوار لنقطه مهمه فيها، والا هي تطبيقات اللين في مشاريع كبيره زي مشاريع الانفراستراكشر واستخدامات ان فعلا هل هي فارق معانا الكلاود وتاثير اللين كبروجكت كنترول وتحسينات الوضع بالنسبه لنا تبقى فارقه فعلا بشكل كبير ولا لا. وهو ده اللي كان الهدف الرئيسي واللي بداناها بالفعل من السيشن اللي فاتت على تطبيق اللين في البروجكت كنترول، وهل هو بالفعل بيبقى محتاج يسمى بالكلاود بتاثيراته والاستخدامات البلاتفورم شهيره دلوقتي واللي بقت منتشره بشكل كبير. وكان معانا بالفعل مهندسه سمر كعضو في شركة انفرارود وبتطبق بالفعل اللين وبتطبق فعلا على المشاريع بتاعتنا كانفراستراكشر. وكنا بدأنا فيها السيشن اللي فاتت على موضوع تعريف اللين نفسه وايه الايتمز اللي موجوده فيه وايه البنود بتاعته، وهنكملها ان شاء الله النهارده على ازاي طريقه الامبلمنتيشن كمان بتاعت اللين. وطبعا برضو عشان نبقى محقين في الوضع ان اكيد فكره تطبيقات اللين نفسها او تعريفات اللين وتطبيقه مش بتبقى في سيشن او اتنين او تلاته، وان كان احنا كان الهدف الرئيسي زي ما قلت لحضراتكم في خلال السيشن اللي فاتت احنا بنطرح اطروحه للنقاش والافاده العامه، لان احنا ممكن بنطبقها في مشاريع سواء انفراستراكشر كالكيس اللي بنتكلم عليها من السيشن اللي فاتت والسيشن دي، او في السيشن السابقه بنتكلم فيها ميجا بروجكتس بشكل او باخر سواء اندستريال او جفرمنت بيلدنجز او كوميرشال بيلدنجز بشكل او باخر. وان كان طبعا اكيد الكيسز لا تنتهي، ودي المهمه اللي احنا بنحاول نتناقش فيها مع حضراتكم وبنطرحها على اساس نتبادل الخبرات فيها ونشوف هل بالفعل نقدر نوسع ده، وهل بالفعل زي ما انا بنقولها كده بنشوف لما طبقناها على المشاريع بهذه الاحجام وباختلاف الفرايتز
الحاليه، هل هي حققت نجاحات زي ما اتكلمنا فيها السيشن اللي فاتت، ولقينا ان بالفعل البروجرس في خلال اقل من 20 25 اسبوع الموضوع تطور من نسبه بروجرس 68% وصل ل 95 و97%، وده في مشروع واحد. وما عملنا ابلاين فعلا على باقي المشاريع بدا الموضوع فعلا البرسنتج بتاعتها تعلى بشكل كبير بناء على التطبيقات، سواء اللين والبروجكت كنترول وفكره الكلاود والداتا كولكشن بشكل كبير، وان الداتا بقت موجوده بالفعل عندنا اون سيم تايم زي ما بيقولوا. فدي كلها كانت بدايه الحوار لينا، ودي هي نقطه النقاش اللي حبينا نطرحها مع حضراتكم ونستفيد من خبرات بعض فيها، وفي نفس الوقت نطرح علينا جميعا نقطه للنقاش، ان احنا هل احنا محتاجين الفتره دي؟ لان يمكن زي ما اتكلمنا السيشنز اللي فاتت، فكره تطبيق اللين وان هو بقى اوثوريتي زيه زي البم في الامارات، وتطبيق البم في قطر والكويت والبحرين والسعوديه داخله في الموضوع، ومصر بالفعل اصدرت البم كود بتاعها، واعتقد ان هي في غضون وقت قريب قوي هتبتدي كمان يبقى مطلوب حكومي زي ما بيقولوا، ان بالفعل بقت فكره ان الشركات اللي بتقدر تشتغل في دول كتيره من ضمنها دول الخليج بتشترط ان هي تبقى معاها لين سيرتيفيكت بشكل او باخر، زيها زي الايزو كده ستاندردز، بس عشان تبقى الحكومات زي ما بيقولوا ضامنه ان الشركات اللي بتشتغل معاها في المشاريع الكبيره دي هي قادره بالفعل على اداره المشروع وتوصيله لهدفه الرئيسي بالتكلفه المتفق عليها وفي الوقت. لان زي ما حضراتنا يمكن وريناها لحضراتكم في الفترات او في السيشنز اللي فاتت كلها، الموضوع بالفعل كلنا متفقين بلا استثناء على كل الساده الحضور والزملاء والاخوه ان تقريبا بنسبه 80 90% ما فيش مشروع بحجم كبير زي ما بيقولوا بيعدي ال 100 مليون بشكل ما بيوصل او بيتسلم في ميعاده وبيوصل بتكلفته. بل بالعكس اعتقد ان غالبيه الاصدقاء والاخوه في حتى في الشات والمحادثات اللي تمت في خلال السيشنز اللي فاتت كلنا اجمعنا ان المشاريع بشكل او باخر بالفعل البروجرس بتاعها بيبقى متاخر نتيجه الاحداث والايشوز والفاير فايتنج اللي بيحصل طول الفترات اللي فاتت طول فتره اداره المشروع. فكان الهدف الرئيسي ان احنا زي ما كنا بنقول بنطرح، طب هم الناس بشكل او باخر خارج نطاق الشرق الاوسط بنقدر نسبورته ازاي، وبيقدروا يحسنوا ادائهم ازاي. وزي ما كنا اتكلمنا مع حضراتكم في اول سيشن خالص ان الموضوع بدا فعلا في اوروبا وامريكا من 2004 2005، وان هم حسوا ان عندهم مشكله كبيره جدا وعملوا عليها دراسات كتير وطلعوا باسباب كتير اللي منها فعلا ادى لدخول بشكل كبير قوي تطبيقات زي تطبيقات الكلاود، زي تطبيقات الاي اي والذكاء الصناعي في الموضوع، وفي نفس الوقت تطبيقات بدات تخش بعنف شديد جدا اللي هي تطبيقات برضو اللين وفي البروجكت كنترول والساك سيجما وخلافه. ويمكن كان اقربهم صراحه كان فكره اللين، لان هو مش هو المصدر او الاساس بتاعه شركة يوتا زي ما اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، وان هو حاجة صناعية بحتة، وان كان لما طبقناها فعلا على الكيسز بتاعتنا ككونستراكشن وبدأت نشوف فعلا التأثير بتاعها، فده كان فعلا تأثير قوي وفرق في المشاريع بشكل كبير قوي زي السامبلز اللي اتكلمنا عليها الأسبوع اللي فات. ولهذا فكان كنا محتاجين نقدر نكمل كمان، لو أنا في شركتي حبيت أطبق موضوع الدين ده بشكل او باخر. وزي ما انا قلت لحضراتكم احنا بندي الرود ماب زي ما بيقولوا ازاي كلنا فعلا نقدر نبتدي نتحرك، ويعني ايه هو فكره اللين وايه الامبلمنتيشن ميثود اللي بنفكر فيها وايه السينكينج وايه البرنسبلز بتاعته، عشان نقدر بالفعل نبقى حتى لما بنتكلم مع الشركات بتاعتنا او حتى بنابلايها في المشاريع بتاعتنا نبقى قادرين نفهم فعلا الكونسبت الرئيسيه. ودي اللي احنا بنكونفيرم عليها في التو سيشن او الثري سيشنز كمان، المفروض ان شاء الله هيبقى في سيشن جايه اللي هو يوم السبت الجاي، بحيث ان احنا نكلوز الموضوع ده معانا. فدي حبيت بس الخص سريعا السيشنز اللي فاتت والخص التارجت بتاعتها بالنسبه لنا
فيها، وان شاء الله هنبتدي حالا ما بين طبعا بقيه تعريفات الامبلمنتيشن بلان ازاي انا اقدر اطبق اللين عندي في شركتي بشكل او باخر. وفي نفس الوقت في اخر السيشن هنتكلم بقى شويه على فكره تطبيق اللين على الكلاود وايه علاقه البم باللين بالكلاود عشان نكونكلود زي ما بيقولوا كده الكريزه كلها المربوطه فيها. هسيب الميكروفون حالا مع مهندسه سمر، تقدر هي تستارت دلوقتي ان شاء الله تكمل الموضوع واحنا مع بعضينا ان شاء الله في هذه السيشن. اتفضلي يا باشمهندسه سمر. مساء الخير يا دكتور. نور. باشمهندسين السلام عليكم. أتمنى تكون السيشن الأولى يعني قدرنا نوصل بيها جزء من مفهوم اللين، وبدأنا نعرف مبدئيا إيه هو اللين وإيه إيه احتياجه في المشروع. فإحنا دلوقتي النهاردة هنبدأ نتكلم في ألو ايون انا سامعين الصوت. الصوت كويس صح؟ اه ان انا سامع في حد فاتح المايك طيب او حاجه. طيب اتفقنا ان احنا في السيشن الاولى بدأنا تعريف اللين وايه هو اللين وايه كونسبت اللين وازاي هو نشأ في مجال الكونستراكشن، واتكلمنا كمان عن تطبيقاته في الكونستراكشن، ايه بالظبط المطلوب علشان نقدر نطبقه في الكونستراكشن. اخدنا المين كونسبت الكولابوراتيف بلاننج والفيجوال مانجمنت. النهارده هنبدا ان احنا نكمل ايه هو اللين والامبلمنتيشن والبيزكس والفايف برينسيبلز. تمام. احنا النهاردة السيشن في اي مشروع عندنا بنواجه حاجة المشاكل بتاعة المشروع او مشاكل المشروع construction problems. construction problems دي احنا في اي مشروع دايما بنواجهها اثناء ما احنا بنشتغل في المشروع او طول ما احنا شغالين في المشروع، دايما المشكلة بتظهر لنا واحنا بنشتغل في الكونستراكشن واحنا بنعمل الديزاين واحنا بنعمل الشغل في السايت. اول ما بنبدا نشتغل في مرحله الكونستراكشن وورك او البرودكشن مشاكل بتبدا تظهر، فبنبدا نعرف احنا هنعمل ايه. في اللين كونسبت احنا بنحاول ان احنا نشوف المشاكل والريسك قبل ما نبدا شغل، علشان لما نبدا الشغل نحاول نوصل الفاليو اللازمه للمشروع من غير ما المشاكل دي توقفنا او تعطلنا او تخلينا نضيف اكسترا كوست او ان احنا اكسترا ايفورت اور اكسترا تايم زي ما بيحصل في اغلب المشاريع اكستنشن اوف تايمز والكليمز وكل الكلام ده ناتج عن عدم الكوردينيشن، ناتج عن عدم الناس ما بتكونش او التيم ما بيكونش اوير بالريسك الموجود في المشروع. فاحنا في بدايه المشروع البرفورمانس كونستراكشن سيكتور لازم يسال بعض الاسئله اللي لازم بتكون بالنسبه لنا مهمه في المشروع. ليه المشروع او ليه المشاريع بتبقى دايما افريج اور جاست ابوف افريج؟ الارنجمنت ونمبر اوف ديفرنت اورجانيزيشنز، الشيرد اوبجكتيفز والموتيفز، احنا ايه الهدف من ان احنا من المشروع او احنا عايزين نوصل لايه خلال الشغل او المشروع عندنا. الجود بروسيس والثوتس والشيرنج لكل الانفورميشن مع الكولابوريشن مع التيم. ستابيليتي، ازاي يقدر المشروع يبقى ستيبل، ازاي ما يحصلش دروب، ازاي ما يحصلش شورتج في الماتيريال، ازاي ما يحصلش شورتج في المان باور، ازاي اكون محافظه على كل على ليفل الفلو عندي في المشروع دايما ستيبل. تمام. عندنا الانهانس ديليفري، عشان نقدر نعمل انهانسمنت او ديليفر المشروع عندنا والريكويرمنت تمام للمشروع لازم بيكون عندنا الكي ديفرنسز في السبيسيفيكيشن اللي هي الفيز زونال ديليفري، كل فيز او كل ستيج انت محتاج تعمل ايه علشان تعمل لها ديليفري. السيكونس بتاع الدليفري، انت هتخلص الزون دي، هتخلص كذا زون مع بعض ان بارلل، هتشتغل زون وستيج وبعد كده تبدا في اللي بعديها، كل ده على حسب على حسب توفر الريسورسز الموجوده في المشروع
على حسب الـ availability اللي انت تقدر تشتغل بيها، وعلى نفس الكلام الـ payment او الـ cost او الـ time اللي انت ملزم بيه في العقد بتاعك. الـ look and feel دي حاجة new في الـ enhancement او في الـ lean construction، ان احنا بنعمل زي report كده اسمه site look and feel. ده بيحصل ان في بيحصل سايت ووك كل اسبوع او باي ويكلي، ان التيم مخصص بينزل يبص على كل سايت ويشيك على، احنا مثلا عشان انفراستراكشر سايت فبنشيك على اللوكيشن لكل الكونكريت باريرز في اماكنها، البلاستيك باريرز في اماكنها مظبوطه، الجيتس متامنه ولا مش متامنه، الاكسس للريزيدنس والدور وبيبان الريزيدنس سيف ولا مش سيف، اكسسبل ولا مش اكسسبل، كل الكلام ده كله بيتعمل فيه ريبورت وبيتشيك عليه، وبيحصل اي كومنت او اي حاجه تو بي امبلمنتد ايميديتلي. علشان كل الكلام ده احنا طبعا اي مشروع بيحصل عليه اوديت وبيحصل عليه عنده كي بي ايز، كل الكلام ده بيفرق مع الاوديت والكي بي ايز، فلازم دايما نبقى جاهزين. عندنا الامبروفمنت، سوري عندنا في حاجه في الشاشه، الامبروفمنت في البابليك ريليشن والستيك هولدر مانجمنت، ودي حاجه برضو عندنا في اشغال او المشروع بتاعنا في سيكشن اسمه البابليك ريليشن والستيك هولدر مانجمنت. دول بيبقوا تخصصهم ان هم كل الكوردينيشن مع البلديه والريزيدنس واي حاجه ريليتد للتعامل مع الحاجات الحكوميه او البيرميت وكل الكلام ده كله بيكون من خلال الستيك هولدر مانجمنت والبابليك ريليشن. وكل الانهانسمنت زي ما اتكلمنا السيشن اللي فاتت، الانهانسمنت دي احنا كان عندنا عاملين كيو ار كود، الريزيدنس في اي وقت بتقدر تسكان الكود، تقدر تقدم الشكوى، تقدر تقول تشوف تقدر تشوف الحاجه دي الشكوى بتاعتها اتحققت ولا ما اتحققتش، اتقفلت ولا ما اتقفلتش، اكشن سريع within 24 hours بيكون كل حاجه اتحلت. اللوجيستيك امبروفمنت والسايت هاوس كيبنج، اللوجيستيك امبروفمنت دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وكانت اعتقد بتبقى هيدك لبعض المشاريع، ودي من خلال اللين بدانا نعمل تراكينج وفولو اب على الموضوع ده. ومن اللوجيستيك امبروفمنت دي بتاثر برضو بموضوع ال 5S، بنعمل لوجيستيك بلان، بنعرف الريروتينج او الروتينج المسار التراكس من لاي داون اريا للسايت والعكس، الكراشر اريا عملنا عليها كيس ستادي، الكراشر اريا اكزامبل كانت موجود فيها التراكس بتروح للكراشر اريا وبتطلع للسايت، بس كان في انترنس والانترنس والاكزيت هو واحد، فاحنا عملنا عليها كيس ستادي، فبدا لا احنا لا لو عملنا في انترنس واكزيت الاثنين مختلفين او مدخل ومخرج، ده سهل علينا ان التراكس ما يكونش فيه ويتنج، ان يكون السايت منظم اكتر او دخول وخروج التراكس والروتينج بتاعها اسهل. النيو مانجمنت بلانز واللين كونستراكشن، الانهانسد بروجرامينج بلاننج، طبعا في تحسن كبير قوي في البلاننج والبروجرامينج، لان انت بتعمل البلان وانت كولابوريشن مع التيم بتاعك، فانت بتبقى عارف اولوياتك وعارف ازاي هتبدا والبريوريتيز بتاعتك وهتبدا بايه وتخلص امتى وكل الريسورسز اللي محتاجها والريسك اللي انت هتتفاديه عشان تحقق. الاديشنال كي ستاف تو سبورت، ده طبعا متعارف عليه ان انت لما بتبقى عندك بلان قوي وعندك حطيت الخطوط العريضه للمشروع عندك، فبتبدا بناء عليه تختار الكي ستاف المناسب اللي يقدر يحقق لك اللي انت طالبه في المشروع. السلايد دي بنتكلم فيها بدايه او اللين بقى بيفكر ازاي، ان انت طول الوقت بتحاول ان انت بتشيل الركس او البلوكس او الايشوز علشان تقدر تحقق الفاليو المطلوبه ليك للدليفري بروجرام. عندنا هنا الاكسس بروجكت والتايم بافر والريسورسز والكوست والفلو او الفلو سوري،
عندك الفلو هنا متأثر، الفلو للأكتيفيتيز أو السيكونس الأكتيفيتيز أو للشغل اللي في السايت متأثر عندك بكل الحاجات دي. عندك البور كوميونيكيشن مع الديبارتمنتس والمانجمنت والهيد أوفيس والبروكيورمنت والبيمنت، التولز والإكويبمنت، الريورك ريليتد للكواليتي، البور بلاننج، البلان اللي بيكون مبني زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت على الترديشنال بلاننج اللي هو خلاص في بيز لاين، فاحنا بناء على البيز لاين ده احنا بنتصرف وبنتعامل، فاحنا مش قادرين نوصل لديتس البيز لاين فبنقعد نعمل ريكفري وبنعمل بروجرامز جديده او وركينج بروجرامز بيتعمل لها طول الوقت ريكفري او ريفيجنز، وده بيخلينا ان احنا ما نقدرش نحقق اللي احنا بنعمل له بلان لان احنا معتمدين خلاص طالما انا مش هقدر احقق فانا بعمل ريكفري. عندك الويتنج فور الويتنج ان انت تشتغل، ممكن تبقى مستني الماتيريال متاخره، مستني عمال ما بيجوش، الويتنج ده عندنا نسبه ويست كبيره وريسك لازم نخلي بالنا منه. الويذر ده طبعا ريسك برضو لازم يكون معمول حسابه لان انت في اوقات معينه ما تقدرش تشغل الكرينات، ما تقدرش تنزل ليبرز عشان السيفتي. التشينجز الماتيريال افيليبيليتي، البريك داون المتكرر اللي لازم يتعمل عليه دراسة، انت لو عدد لو نسبة البريك داون عندك زادت عن 30% فده بيعتبر ريد فلاج لازم المانجمنت تتخلي بالها او نشوف ايه الاسباب. ما بيتحماش سيفتي، ما بيعملش تشيك على الاكويبمنت، الاكويبمنت دي مثلا اقدم من 5 سنين، طب ايه المشكلة، طب نبدأ نعمل نغير الاكويبمنت او نغير السبلاير. البرفورمانس بتاع الناس لازم يكون كل حد في التيم عنده الابيليتي ان هو يدي لك بيرفورمانس جيد علشان ما يكونش في حد بيضيع مجهود ناس تانية، يعني ما يكونش في ناس السايت تيم عامل اللي عليه وشغال وكل حاجه فكواليتي التيم يكون ضعيف فيأخر الاين اورز او الانسبكشنز فانت السايت يتأخر. لازم يكون كل البرفورمانس ماشي على وتيره واحده علشان الفلو يمشي من غير مشاكل. تمام، اختصارا لللين كونسبت على حسب اللي قلنا السيشن اللي فاتت والسيشن الجديدة، ممكن نقدر نختصر الاختصار اللين ديفينيشن ان هو طريقة ان انت تحقق اكتر واكتر باقل واقل، يعني في نفس الوقت بتسلم البروجكت بتاعك زي ما الكاستمر عايز بالفاليو اللي هو عايزها بالكواليتي اللي هو محتاجها. تمام، delivering the best value more for the same the same for less، ودي المين كونسبت اللي احنا بنشتغل عليه ان انت تدليفر المشروع بتاعك بجود كواليتي وجود فاليو للكاستمر او للكلاينت في نفس الوقت انت ما تخسرش، بتحاول تعمل كوست سيفنج، بتحاول تسيف التايم، بتحاول ان انت تستغل او تمانج كل الريسورسز اللي عندك بالطريقه المناسبه والصح علشان تسلم المشروع بطريقه مظبوطه. ايه البنفيتس من اللين احنا كمشروع استفدنا منها وكمان كاوفر اول مشروع؟ السيفتي، البريدكتابيليتي، التايم والكوست، الهاي بيرفورمانس للتيم، الكواليتي اتحسن جدا، easier to plan or control، freeze up time improved، teamwork enhanced، project delivery client satisfaction improved profitability. كل الكلام ده معتمد على انت ازاي بتطبق الشغل صح، ازاي بتطبق او بتعمل collaboration صح مع التيم، ازاي بتقدر تشوف نقاط الضعف اللي موجوده في اي ديبارتمنت موجوده ايا كانت وتبدا تشتغل على الموضوع ده. فبالتالي بسيكونس كل تحسن في اي ديبارتمنت بيأثر على الباقي. تمام، اللين امبلمنتيشن هاو، ازاي نبدا نعمل اللين امبلمنتيشن في السايت؟ اللين امبلمنتيشن معتمد على جزئين، في 30% احنا بنتعلمه و70% بنبدأ نطبق بيه. 30% اللي احنا بنتعلم عليها دي ان احنا بنبدأ نعمل break events or breakthrough event. البريك events دي ان انت بتقعد وتعمل
ليرنينج، بتعمل تريننج، بتعمل بتعرف التيم بتاعك احنا عايزين ايه، عايزين نعمل ايه في السيشنز بتاعتنا، او احنا محتاجين ايه من اللين، احنا محتاجين الكونستراكشن تيم ينهانس الشغل بتاعه ازاي، ازاي يمشي على الرولز، وازاي نكمل ونطبق اللين صح. عندنا هنا زي ما احنا شايفين الامبروفمنت دايما بيكون ليرنينج كيرف، وده احنا شفناه من السيشن اللي فاتت، ان احنا لما بدأنا اللين عندنا بدأنا 69% او 70% و 69% ووصلنا ل 100% او 95%. بنفضل نعمل awareness دايما، بنستغل الاكسبيرينس بتاعت الناس ان هي تعمل collaboration او ان هي تضيف good practices للactivity، بدل ما هو بيتعمل بطريقة معينة او بطريقة تقليدية، لا احنا ازاي نطور طريقة الشغل نفسها. اوكي، بالنسبة هنا للـ overview implementation، انت عندك two phases. اول فيز عندك التعليم او توت والدوينج. بالنسبه للتعليم احنا بنعمل انترودكشن للين، انترودكشن للين والكولابوريتيف بلاننج والفيجوال مانجمنت والفايف اس، دي المين كونسبتس اللي احنا بنبني عليها الشغل في السايت. ازاي تدو بقى الكلام ده، ازاي تعمل الكولابوريتيف بلاننج عن طريق الداتا كولكشن والاناليسز في الامبروفمنت، وان انت ازاي تمونيتور البرودكشن لوس بتاعك، ازاي تقدر تشوف البروجريس، ازاي تتابع البرودكتيفيتي في السايت، ازاي تنزل تشوف كيس ستادي بعينك، ان انت تتابع التيم بتاع الـ لو بيلدينج مثلا، ازاي تتابع تيم المحاره، ازاي تتابع تيم التايلينج هو بيعمل ايه في اليوم، بيقدر يقدم البرودكتيفيتي بتاعته ولا بيقدمش، طريقه الهاندلنج للماتيريال نفسها احنا نقدر نعمل هاندلنج بشكل ان احنا نتفادى الدبل هاندلنج والماتيريال توصل دايركت، ولا ندخل على ان احنا بدل ما احنا بنعمل دبل هاندل نعمله بطريقه تانية ان احنا نوصل الماتيريال دايركت. كل الداتا كوليكشن والاناليسيس فور امبروفمنت دي بيتوقف على قدرتك انت كمهندس ان انت تلاحظ الويست. هنتكلم في السلايدز اللي جايه عن الويست اللي موجوده في المشروع وازاي نقدر نمونيتور عليها ونراقبها كويس. عندك الفيجوال مانجمنت، الفيجوال مانجمنت زي ما اتفقنا السيشن اللي فاتت معتمد على 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 كذا حاجه، ان انت بتعمل الفيجوال بيرفورمانس سنتر، والسنتر دي بيكون فيها كل حاجه ريليتد للمشروع من اول البروجكت انفورميشن والبيز لاين لحد اللايف ابديت ديلي بيزس، انت بالظبط كل يوم بتعمل ايه. اتفقنا ان كل البيرفورمانس سنتر دي بيكون فيها ال 12 ويك لوك اهيد، بيكون فيها ال 4 ويك لوك اهيد بلان، بيكون فيها ال 1 ويك اللي بروفايدد بالانجينير، بيكون فيها كل الريسورسز المطلوبه او اللي انت محتاجها، بيكون فيها ديستريبيوشن للاكويبمنت في السايت وانت ازاي موزعها وازاي انت بتشتغل عليها، بيكون فيها بلانز بيتعمل لها ابديت ان ديلي بيزس. كل ده معتمد على الفيجوال مانجمنت، وازاي ان انت بتعمل work observation وبتراقب ال progress in daily base. ال 5S organization ودي معتمدة على ان انت بتعمل change management، او ان انت بتعمل لل workplace بتاعك organization وتنظيم وترتيب بحيث ان كل حاجة تبقى سهلة ان انت توصل لها، دي هنتكلم عليها برضو في sessions اللي جاية. الفيز الثانية ان احنا بنعمل الـ value stream mapping والـ process، والـ value stream mapping والـ process دي ليها علاقة direct بالـ collaborative planning، لان انت بتعتمد على الـ value stream mapping ان انت بتعمل الـ 12 week بتاعك على sequential activity value stream، الـ changeover والـ collaborative working، كل ده doing بالـ system thinking. عندك 6 sigma والـ process variation الـ standardized work، lean change management وال benefits وال A3 summary. ال A3 summary دي ليها كده يعني قسم لوحدها كشغل، يعني دي عبارة عن طريقة جديدة لل reporting. ال A3 دي بتكون عبارة عن paper، هي A3 بتكون هدفها ان انت بتعرض مشكلة معينة
وازاي ازاي اكتشفت المشكله وايه طريقه حلها. طب تاخد فيدباك على المشكله دي او حلول من كل الناس الاطراف المشتركه فيها، وبناء عليه بتحط بتوقعاتك او توقعات الناس ازاي نقدر نحل المشكله دي وايه البلان عشان نحل المشكله دي. وفي السيشن الجايه ممكن اعرض لكم سامبل على الاي 3 كيس ستادي احنا عاملينها عندنا في المشروع عشان تعرفكم ازاي ممكن نعمل اي 3 دي. لحد الان الامور واضحه كله تمام ولا في حد عايز يسال سؤال؟ حد مش حاجة في حاجه لسه ستيل مش واضحه؟ تمام يا باشمهندس اسامه، اتفضل. اوكي تمام. عندنا في اللين في عندنا في حاجه اسمها ال 3 elements of work. ال 3 elements of work دي احنا بناء عليها بدايه كل مشروع، او مش بدايه يعني المفروض بدايه ما تيجي تطبق اللين لازم تحدد ال value adding activities، ال non value adding activities وال waste. ال value adding activities دي اي شغل او اي activity بيتغير او شكله بيتغير بس في نفس الوقت بيأد value للمشروع بطريقة ان انت بتحسن بيها اداء الشغل او الاكتيفيتي عشان تأد value للمشروع، ودي اللي احنا بنشتغل عليها عشان نزودها طول الوقت في المشروع. ال non value adding activity دي اي شغل مهم بس في نفس الوقت ما بيضيفش اي value للمشروع ولا بيزود الفاليو. ودي مثال عليها السبميتلز، البيرميتس، الشوب دروينج، الابروفلز. كل الكلام ده شغل مهم علشان تمشي الورك بس في نفس الوقت هو مش ادد فاليو للكلاينت في حاجه. هو كل الفكره انت بتسهل بيه شغلك انت ككونتراكتور او مقاول عشان توصل البروجكت بتاعك. عندك الويست. الويست طبعا ده احنا عندنا في السلايدز جاي هنتكلم فيه انت بالتفاصيل، وده كل شغل غير مهم في المشروع او في خلال فترة المشروع، وده اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نعمل له اليمينيت علشان نزود او نماكسمايز الفاليو. عندنا هنا التايم تو كومبليت ذا تاسك. طول الوقت اللي انت بتحدد فيه التاسك بتاعك انت او اللي بتعمل فيه التاسك بتاعك انت بتقابل طول الوقت ويست. ويست كل الريد ده ويست، كل ده بيأثر عليك في المشروع، بيأثر على الدليفري للمشروع بتاعك وبيزود التايم بتاع الكومبليشن للتاسك، وده اللي احنا لازم نحاول ان احنا نعمله elimination. هنا ممكن نيجي نسأل سؤال للناس الانجينيرز اللي موجودة معانا، ايه من وجهة نظرك كمهندس ايه الويست اللي بتواجهه عندك في المشروع او اللي بتشوفه في المشروع related للاكتيفيتيز اللي انت شغال عليها؟ يا ريت الناس تشارك معانا في الشات بوكس تقول لنا اي ويست هم ممكن من وجهة نظرهم شايفينه ان هو ويست وبيأثر عليهم على الاكتيفيتيز بتاعتهم في الـ construction work او الـ construction project اللي هم شغالين عليه. عندنا تأخير وصول المواد، عدم وجود لوحات shop drawing، decision making delay المواد وخصوصا لو قسم المشتريات جاب مواد غير معتمدة. تمام. ties weights ما فهمتش ايه العهد او العقد دي ممكن تكون ممكن قصده العهد. اوكي عشان انا فهمت منه صح. ايوه هي العهدة فعلا. الغيابات coordination، تأخير اعتماد مواد، material equipment breakdown، drawing approval، 8 waste. معلش اوكي تأخر اعتماد المواد والرسومات. تمام حلو حلو. لا واضح ان الناس واضح ان المشروع كله waste. تمام تمام دي كلها تعتبر waste طبعا.
طبعا في حد قال صح الروماني ده تقريبا شاف السلايد الايت ويست. تمام عندنا الايت ويست. طيب كل الحاجات دي تعتبر هيدن ويست اللي المهندسين ذكروها في الشيت، عبارة عن كلها كل الكلام ده اللي احنا اتكلمنا عليه في اول السيشن او السيشن اللي قبل كده. لو انت عملت البلاننج بتاعك صح من بداية المشروع، عملت الكولابوريتيف صح، وبدأت تحدد انت هتبدأ امتى وهتشتغل امتى وتخلص امتى، فكل مرحلة انت هتحددها هتبقى عارف الريكويرمنت بتاعتها، فهتطلبها بدري، فهتتفادى كل التأخيرات دي. تأخير المواد وتأخير الرسومات، المفروض ان انت في تأخير المواد اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت المفروض لما بتعمل collaborative planning فانت عارف ان انت هتبدأ شغل first of April، فانا المفروض اكون عامل حسابي ان انا اطلب المواد بتاعتي او اعمل ال PRs او ال orders بتاعتي من بدري، لان البروسيس بتاعت الاوردر بتتاخر في الشركات، لازم 35 امضى وتطلع للمانجمنت فور ابروفل وكومباريزون شيتس من البروكيرمنت، ولحد ما يشوف لك ثلاثه سب كونتراكتور او ثلاثه سبلاير عشان يعمل الكومباريزون وياخد الارخص. هي دي المشكله الكبيره اللي بتواجهنا في التراديشنال بلاننج، ان هم بيعتمدوا دايما على في البروكيرمنت على ان هو ازاي يجيب اقل كوست، بغض النظر بقى السبلاير ده عنده الماتيريال ولا مش عنده، هيوصلها ولا مش هيوصلها، كل الكلام ده كله ليه بارت كبير قوي في اللين، اسمه اللين سبلاي تشين، وازاي تقدر تمانج عليه. تمام، احنا دلوقتي هنبدأ نتكلم على السيفن اور الايت ويستس اللي موجوده مينلي في كل المشاريع، اللي هي عندنا اختصارها التيم مود. عندنا التي اللي هي ترانسبورتيشن الماتيريال انيسيسري انكلودينج الدبل هاندلنج، الاكسس موفينج الحركات الزايده او الدبل هاندلنج، الانفنتوري الاكسس ذات جيتس ان ذا واي اوف افيشنت برودكشن اوكيباي سبيسز. الانفنتوري دي بتيجي كل حاجه ممكن يعني تأثر على الاكتيفيتيز بتبقى موجوده مره واحده، بتخليك السبيسز اللي موجوده في مكان الشغل، عندك الريورك، كل حاجه بتأثر عليك في الاكتيفيتيز اللي بعده، هنتكلم عليها بالتفصيل في السلايدز اللي جايه. الموشنز دي كل الموفمنتس اللي هي ملهاش اي لازمه، يعني انت مثلا عندك السايت بتاعك موجود في لوكيشن A، فانت عايز توصل له من لوكيشن بي، فبتختار تاخد مسار اطول علشان بين لوكيشن اي ام بي في عندك ويست او عندك جاربج موجوده لازم تتشال وما تشالتش، فانت لما تضطر تلف فانت كده بتزود الموشن. الويتنج فور تولز بيبول ماتيريال اند اور انفورميشن، كل الويتنج اي حاجه المفروض ان انت تافويد ان انت تويت اكويبمنت، تويت ماتيريال، تويت بيبول فور ورك، تويت اي انتظار، ده بيعتبر ويست، بيضيع لك فتره الاكتيفيتي او فتره الشغل. الاوفر برودكشن، الاوفر برودكشن كونسيومينج ريسورسز وستوبس اذر برودكشن، انت الاوفر برودكشن ده احنا اتكلمنا عليه بمختصر السيشن اللي فاتت، والسيشن ده هنتكلم عليه اكتر في السلايد الجايه، ان انت الاوفر برودكشن ده بيخليك ان انت في بعض المشاريع ان انت بتحتاج ان انت تعمل ديليفري للماتيريال كلها او ثلاث ارباع الماتيريال، نسبه كبيره من الماتيريال وانت مش محتاجها في الوقت الحالي علشان تاخد بيمنت سيرتيفيكيت كمثال، يعني ده بيأثر ان انت بالنسبه لك ده ويست، لان انت الماتيريال دي ممكن يحصل لها دامج، الماتيريال دي وقت في الستورج ممكن يحصل لو هي مثلا ستيل رينفورسمنت او حاجه بيحصل لها رست او صدى، لو انت اللي داون او الستور بتاعك ده مش بتاعك انت مثلا عامل له رنتال او متاجره، فده انت بتدفع بيمنت اكتر تزود فتره الستورج، فكل ده هيدن ويست من ورا حاجات عشان انت تكسب payment او تاخد البيمنت بتاعتك، عشان انت عملت في بدايه المشروع ما بيبقاش فيه بروجرس فالبيمنت بتبقى على الماتيريال، فده بالنسبه لك لا في ويست تاني من ناحيه تانية انت بتصرف عليه فلوس. الاوفر بروسيسنج،
دي هنتكلم عليها في السلايدز، والديفكتس اللي هي بتأدي للريورك، ودي طبعا ريليتد للكواليتي. عندنا هنا الويست او الويست، دي حاجه هيوج مأثرة علينا، مأثرة على بتأثر فعلا على المشروع ولا لا. عندنا هنا التيبيكال بريك داون ده في الورك اكتيفيتي في الكونستراكشن بزنس، زي ما احنا شايفين هنا الكونستراكشن انفايرمنت والانفورميشن انفايرمنت، عندنا تقريبا 5% بس في الكونستراكشن انفايرمنت فاليو ادينج، والانفورميشن انفايرمنت 2% بالظبط. يعني انت تقريبا عندك نص المشروع ويست، اكتر من نص المشروع ويست، وده اللي بيسبب كل مشاكل الكونستراكشن، واللي هو اللين دلوقتي بقى موجود بيبقى موجود عندنا اللين كونستراكشن حاليا، بنحاول ان احنا نعمل اليمينيشن للويست ده. تمام. طيب ايه بقى اهميه اللي احنا بنعمله ده؟ يعني ايه أهمية الويست او تقليل الويست في المشروع؟ الشارت ده او الجراف ده بيوصل لنا لحاجة، ان احنا هنا ده المشروع، قيمة المشروع، ودي قيمة البروفيت في المشروع. قسمنا المشروع للفاليو ادد اكتيفيتي والنون فاليو ادينج والويست. احنا وظيفتنا احنا هنا بتيجي هنا عند هنا كده كلين او ككونسبت جديد بقى بنشتغل عليه، ان احنا طول الوقت بنحاول ان احنا نقلل او نضغط الويست ده علشان نزود البروفيت، وهو ده الهدف بتاعنا، ان احنا يعني حاولنا بقدر الامكان في المشروع بتاعنا ان احنا نشتغل عليه، وممكن عملنا كوست سيفنج في كذا اكتيفيتي وعملنا عليه جود براكتس، وده كان ابريشيتد جدا من كلاينت. فهي دي الهدف، ان انت طول الوقت لما بتشتغل على ده فانت بتزود فاليو ادينج وبتزود البروفيت بتاعك في المشروع. تمام. طيب ده تكرار طبعا ايه هو الويست والفاليو ادينج، علشان هنشرح هنا بالتفصيل بالضبط كل واحدة من الويست بالتفصيل هي ايه. تمام. ستيفن ويست عندنا متقسمين لثلاث تري كاتيجوريز، اول واحد بالنسبه للبيبل، وده اللي هو الاكسترا بروسيسنج والموشن والويتنج والويتنج. عندنا الكوانتيتي، الانفنتوري، اوفر برودكشن، والترانسبورتيشن. عندنا الكواليتي، ده الريورك. تمام. الاوفر برودكشن هو سبلاي مور برودكت than requested. قلنا في البداية او انا اتكلمت في الموضوع ان انت supplying، ان انت بتعمل توريد للماتيريال اكتر من اللازم، عندك ان انت المفروض تخلص 10 حمامات تايلينج او سيراميك، فانت بتروح عامل delivery لكل البيلدينج مرة واحدة delivery، وده طبعا بيؤدي ان انت ممكن تكسر ثلاث ارباع الماتيريال في الشيفتنج، ممكن الدبل هاندلنج، ان انت بتحط في الستور وبعدين تيجي تاخدها تاني على المكان، فيحصل دامج لاغلب المواد، فتحتاج ان انت تطلب تاني زياده، فكل الكلام ده كله بيأثر على يعتبر ويست. الانفنتوري زي ما احنا شايفين هنا، الانفنتوري ده بيحتاج بيبول وسيستم وسبيس، ولو ما خدناش الستورد ايتمز دي بالشكل المظبوط فانت بتبدأ بالنسبة لك تعتبر ويست. كل الانفنتوري دي ان انت حلول معظم المشاكل فعلا جاست ان تايم، بس جاست ان تايم في الكونستراكشن بتكون صعبة في بعض الأحيان، فدايما بنوصل لمرحلة اللاست ريسبونسبل مومنت. اللاست ريسبونسبل مومنت دي بتبقى أوقع، لأن انت بتبقى مثلا عندك الاكتيفيتي، انت عايز تركب البايب لاينج يوم 15، فالراست اللاست ريسبونسبل مومنت ان انت الماتيريال دي تبقى في ستارت يوم 13 يوم 13، فالجاست اون تايم دي ممكن تتاثر عندك، ممكن تعمل لك مشكله اكبر، ان انت جاست اون تايم انت مش قادر مثلا في اليوم ده انت التراك او الدمب تراك اللي انت بترانسفير بيها عطلت، فانت اتعرضت لمشكله اكبر، فبنحاول نوصل للراست لاست ريسبونسبل مومنت
اللي هي الأقرب أقرب مومنت أو أقرب وقت تقدر توصل فيه الماتيريال، وفي نفس الوقت ما يحصلكش مشاكل الويتنج وتتفادى مشاكل إن أنت تتعطل أو الماتيريال يحصل لها حاجة. زي ما احنا شايفين هنا الرو ماتيريال، وعندنا أو خلاص البرودكت بيتوصل، فعندنا ده بحر الانفنتوري زي ما احنا بنقول او مسمينه. عندك فيه كل مشاكل الكواليتي، السبلاير ايشوز، الهاوس كيبنج، البور سكيدجولينج، الكوميونيكيشنز، الكوميونيكيشن بروبلمز او الماشين داون تايم، اللونج ترانسبورتيشن، الافيليبيليتي للموظف او للناس اللي موجوده معانا في السايت. كل الكلام ده كله الانفنتوري ده، ان انت لما كل الكلام ده بيخبي وراه ويست كبير، او بيخبي وراه انت طول الوقت بيحصل لك الحاجات دي، فدي مخبيه كلها ويست. فاحنا دايما زي ما بنقول كده عندنا في هيدن ويست من الستورج، ودي اكبر هيدن ويست ممكن نواجهها. انت مش الناس ما بتكونش مركزه فيها، او المانجمنت ما بتكونش مركزه فيها على قد ما هي مطمنه وخلاص انا الماتيريال بتاعتي موجوده جنبي. فدي حاجه برضو لازم الناس بنشتغل عليها، وبتساعد كتير جدا في ان انت ترتب الستور اكتر. الماتيريال دايما بتبقى خلاص الستور بتنظم، الماتيريال دايما بتركب، ما عندكش اوبن ارياز كتير شغال عليها في نفس الوقت، فبيحصل لك فيها مشاكل او تاخيرات. عندك للترانسبورتيشن الهاندلنج والموفينج ان اند اوت ستورج اريا، دي بنحاول ان احنا الويست اللي فيها بيكون كالاتي، ان انت دايما بتحاول ان انت زي ما اتكلمنا كلهم مرتبطين ببعض، ان انت بتحاول ان انت بتبقى منظم كل حاجه، او الحاجه دايما واصله قبل ميعادها علشان نتفادى الترانسبورتيشن كتير او الدبل هاندلنج كتير. ودي حاجه من الحاجات اللي صعب او مش صعب، يعني بنحاول ان احنا على قدر الامكان ان نتفاداها في الكونستراكشن. الموشن دي اللي هي الحركات اللي ملهاش لازمه، ان انت العامل مثلا بيبقى عايز الماشين دي او الاله او المعده دي من المكان الفلاني، فهو مش عارف يوصل لها علشان المكان مش متنظم او مش مترتب، او لازم يلف لفه معينه عشان يوصل لها. زي ما شرحت قبل كده اللوكيشن بتاع السايت، لو لوكيشن A ولوكيشن B وانت عايز توصل فعندك جاربج في النص، او عندك لسه شغل مخلصش في النص، فبتضطر تعمل روتين كبير، ده يعتبر موشنج او اكس زياده. Walking without working, doing unnecessary motion due to poor housekeeping, inventory hides other waste. اوكي rework، وده طبعا 100% related للكواليتي، واللي احنا دايما لازم ننشور ان الكواليتي بيشيك على كل الشغل، كل خطوه او كل اكتيفيتي اول باول، عشان ونفولو الستاندرد ونفولو كل حاجه علشان نتفادى ان احنا اي كومنت او اي ريجكشن يجي يخلينا نعمل ريورك. وطبعا اغلبيه الريورك في الانفرا ورك او في الشغل الطرق بتكون اغلبيتها سيرفينج، يعني الليفلز مش مظبوطه، اصل انا والله عملت السب بيز والليفل طلع نفسه ليفل الاسفلت اللي هو ده توتالي رونج، فانت بتحتاج تكسر تاني وتعيد تاني وتعمل السب بيز مظبوط عشان تظبط الليفل، كل ده طبعا ويست. البروسيسنج دي طبعا doing more than is necessary to produce the product or complete the task. انت مثلا عندك تاسك معين واضطريت ان انت تعمل عليه بروسيس زياده ملهاش لازمه، فكلفتك اكتر. واكبر مثال عندنا هنا في شغل الحفر، عندنا ان انت بتيجي تحفر الترينش مثلا عمقه 7، فانت الحفار عشان ما فيش مونيتور عليها او ما فيش سوبرفيجن فحفر 9، فاضطريت ان انت تعمل اكسترا باك فيلينج، او قعدت تزود بقى ان انت خلاص كمية الباك فيلينج بتاعتك هتزيد، فده خد منك تيم أكبر، خد منك ماتيريال زيادة، خد منك كوست على الباك فيل ماتيريال أزيد. فالكلام ده احنا لازم نبقى أوير بي وتيكين كير بي جدا عشان ما نعملش بروسيسنج. وياريت لو الإنجينير اللي ليها خبرة في البيلدينج تقول لنا لو في حاجة من السيفن ويكس اتكلمنا عليها دي لاحظوها في الشغل، البروسيسنج والريورك بالذات،
الترانسبورتيشن والدبل هاندلينج والكلام ده كله بيتلاحظ عندكم في البيلدينجز ولا يعني المهندسين مش مركزين فيه؟ يا ريت الشات بوكس تفيدونا في الموضوع ده. الويتنج عندنا في طبعا اهم حاجه او اهم كونسبت الويتنج فور ورك، ان انت بتتعطل الاكتيفيتي اللي قبلك ما خلصش. انا والله الراجل ما خلصش البنا، فانا مش قادر ابدا في الشغل المحاره، مش قادره ابدا في الشغل بتاعي بتاع الحوائط، مش قادره ابدا في الكهرباء، انا لسه متاخر. فده كله ويتنج، بيبقى الناس مستنيه عشان الاكتيفيتي يخلص. ودي الهدف من اللين، ان احنا طول الوقت بنحاول نمونيتور ان احنا ما يكونش في تايم كبير بين الاكتيفيتي والاكتيفيتي اللي بعده، ان دايما يكون التيم اللي بعده جاهز طول الوقت علشان او مظبطين ان خلاص التيم ده هيخلص، اللي بعديه هيشتغل على طول، ما يستناش كتير. ولو في مثلا تأخير او ديلي في الاكتيفيتي اللي قبله، فالتيم ده بيشتغل في حتة تانية، لازم يحصل فيه ريورك او سوري لازم يحصل فيه ميتيجيشن. الايدل تايم سبنت ديو تو لايكو ستاندرد اوبريشن، دي طبعا بتحصل كتير قوي، ان تلاقي مثلا عندك ايدل ماشين كتير واقفه مستنيه شغل يخلص، عندك الحفر مخلصش فانا عندي ويلدنج ماشين ويلدنج تيم وبايب مستنيين علشان الحفر مخلصش. الأمثلة كتير جدا على الموضوع ده، موضوع الويتنج للأكتيفيتيز. تمام، عندك هنا الفاليو والنون فاليو ادد تايم شورت. هنا لو لاحظنا هنا بداية الأكتيفيتي ونهاية الأكتيفيتي، بداية الأكتيفيتي طبعا ده الجرين الفاليو، السيرشنج والويتنج ده الويست، وبعدين انت بدأت تاني تشتغل وبعدين جالك كومنتس فبدأت تعمل ريورك فده بقى ويست، وبعدين بدأت تشتغل وبعدين بدأت تاني تعمل كوركتنج ويتنج وريتشيكنج لحد ما وصلت لنهاية الأكتيفيتي. فاحنا لو لاحظنا ان انت من بداية الأكتيفيتي لآخر الأكتيفيتي، لو بدأنا نعمل مونيتور على كل السيفن ويست اللي موجودين في المشروع، فهتلاقي ان انت 80% تقريبا من الأكتيفيتي ويست، من اول ما انت بتبدا تدور على الدروينج بتاعتك، الكوردينيشن سوري ده انا عندي كونفليكت بين الشوب دروينج والديزاين، لحد ما تستنى الرد وبعدين تشتغل على الاكتيفيتي، وبعدين الاكتيفيتي يطلع فيه اخطاء فتيجي تعمل كومنتس فيجي لك ريورك فتيجي تعمل ريورك فبعدين اوكي، فبعد كده يجي لك سم سمول كومنتس فتعمل كوركتنج، فتيجي تعمل ويتنج تاني، كل ده لحد ما يحصل ريتشيكينج، لحد ما توصل للاكتيفيتي في الاخر ان انت تقريبا قضيت الوقت كله ما عملتش الاكتيفيتي من A to Z one time، فانت وقعت في كذا حاجه علشان من بدايه الموضوع خالص احنا ما عملناش تخطيط صح للاكتيفيتي قبل ما نشتغله. ودي الهدف من اللين، نرجع تاني ونقول ان الهدف من اللين ان انت قبل ما تبدا اي شغل او اي اكتيفيتي لازم تبقى محدد كل الريسك اللي هيقابلك، ده كل ده لازم تبقى محدده وعامل له ايدنتيفيكيشن عشان تتفاداه. طيب how can we identify the waste in our place؟ لو الناس تقدر تشاركنا في الشات بوكس وتقول لنا انت بقى دلوقتي كسايت او كمهندس موقع ازاي تقدر تحدد الويست بتاعك في المشروع عندك او في الاكتيفيتي او التاسك اللي انت مسكوه، ازاي تقدر تعمل ايدنتيفيكيشن للموضوع ده؟ تمام، بداية كده لازم قبل بداية أو أول ما تبدأ تطبق اللين والمشروع بتاعك تمسكه، بتعمل خبرات المشاريع السابقة، مثلا أنا مشروعنا فيها المشاكل. تمام، طيب بالنسبة لموضوع الخبرات السابقة ده طبعا أكيد بنستفيد بيه جدا، بس هو في حل تاني برضو، إن احنا بنمسك المشروع كميجر اكتيفيتيز وبنعمل زي اكسل شيت بنحط فيه كل الاكتيفيتيز او البري كونستراكشن وورك والكونستراكشن وورك وكل الاكتيفيتيز اللي ممكن احنا شايفينها من وجهة نظر المانجمنت والكونستراكشن تيم انها ميجر اكتيفيتيز،
وبتتقسم بقى في كونستراكشن، في تكنيكال، في ستيك هولدر، في سيفتي، في كواليتي، في انفايرومنت، كل سيكشن في المشروع، وبنبدأ بناء عليه ايدنتيفاي الفاليو ادد اليمنتس والويست والنون فاليو ادد، ونبدأ ان احنا نركز على كل الاليمنتس او الاكتيفيتيز اللي هي ويست ونبدأ نشتغل عليها. الويست يقدر نتلاحظ ان احنا مش هنفضل قاعدين في المكتب ومستنيين ان احنا الويست يحصل، لا احنا لازم دايما يبقى في مونيتور، او في دايما الناس بتنزل الموقع نفسه بتشوف بعينيها الاوبزرفيشن، عشان كده دايما اللين تيم بينزل دايما ياخد شيفت كامله ونبدأ نراقب فيها تاسك معين، بنراقب بقى فتره شيفت من 6 ل 6 الحفر، والله من اول الشيفت ما بيبقى احنا بنشوف العامل او الاوبريتور ده بيجي في ميعاده وما بيجيش في ميعاده، طيب هو بياخد ريست قد ايه، طيب هو لما بيبدا الحفر الحفاره دي بتعمل قد ايه في الساعه مثلا، الريست او البرودكتيفيتي اللي بتطلع من الحفر، ناتج الحفر ده بيتشال في قد ايه، وبيتشال بسرعه ولا بياخد وقت، طب لما بيتشال بسرعه بيروح فين، التراك اللي بتحمل دي بتاخد الكمية كاملة ولا بتاخد 80% منها، فده ويست بالنسبة لنا ان هي بتروح وبترجع ومش محملة نفس الكمية. كل الكلام ده انت لازم تبقى فوكس عليه ومركز عليه جدا، علشان هو ده اللي من خلاله تقدر تنهانس البروجكت او تنهانس البرودكتيفيتي بتاعت المشروع او بتاعت الاكتيفيتي نفسه. ان انت تتكلم مع الناس اللي تحتك، السوبرفيجن، تتكلم مع الفورمان، تتكلم مع السوبر انتندنت اللي عندك، علشان تبقى هو بيبقى مور انفولفد في السايت وفي الديتيلز، وشايف الليبرز، شايف اللي بيبقى قاعد مثلا نص ساعه ماسك موبايله ومش مركز في الشغل، شايف البرودكتيفيتي بتاعته المفروض يعمل لي 10 بلاطات في اليوم، لا ده هو بيعمل 5، طب ليه، طب انت ليه مش بتغيره. لازم يكون في فوكس ومونيتور على الكلام ده. Use the tools to eliminate the transportation and motion waste such as spaghetti diagram. Spaghetti diagram ده ده diagram، انا ما اعرفش لو حد من ال engineers او ال planners الموجودين او الناس اللي معانا سمعوا عليه، ده بيبقى تقريبا ده diagram خاص بال logistic او transportation بالتحديد. بناء عليه انت بتمسك ال storage area والماتيريال اللي بتطلع منها، وبتطلع بأسهم انت بتطلع كل تراك او كل ماتيريال بتروح فين، وبناء عليه انت بتحدد التايم، بتحدد الويست، بتحدد الحاجات اللي بتقدر تحسن عليها. حاجه من الحاجات الكويسه اللي حاصله او اللي احنا بنفكر فيها حاليا بقى كلين، ان احنا عايزين اقترحنا على المانجمنت عندنا ولسه مستنيين الابروفال، ان اي دام تراك او اي تراك او اي حد اوبريتور موجود، زي في سيستم كده بيتركب في السياره او في العربيه وفي نفس الوقت بيبقى متوصل على الجوجل ماب، ان انت تقدر تتراك الطريق بتاعه او الروت بتاعه من اول ما بيطلع وهو محمل لحد ما بيوصل. بناء على السيستم ده انت هتقدر تتحكم في ان الناس ما تركنش في مكان، او ان هي تكون قاعده نايمه راح يشرب شاي فقال لك انا ده الدنيا كانت زحمه، انت بتتراك بالظبط، تقدر تتراك بالظبط هو فين وطلع امتى ورجع امتى، ومراقب بالظبط حركه كل التراكس وكل الحاجات اللي طالعه من مشروعك وداخله مشروعك من الستورج اريا، حتى لو رايحه الاماكن البعيده الريتد للكلاينت او غيره. فيعني مستنيين الابروفال مانجمنت على القصه دي عشان نقلل الويست في الترانسبورتيشن. تمام لحد هنا الامور تمام. دكتور محمد حابب تمام. حبيت برضو عشان ما شاء الله حجم المعلومات والمشاركة مع الناس، ان هي فعلا كل الحاجات الويست اللي احنا بنتكلم فيها بانواعها، فحبينا بس نكونكلود كترتيب في دماغنا لما احب ابتدي افكر ككونسبت لين مبدئي. طبعا
فيها اللي هي فكره ان انا لازم اشوف الاكتيفيتيز، سواء في مشروع جديد، في مشروع اوريدي شغال بس لسه التاسكات بتاعته هبتدي فيها كلوك اهيد زي ما كنا بنتكلم الفترات اللي فاتت والكلام ده كله. فلازم امسك الاكتيفيتي بالنسبه لي وابتدي اقسمها طبقا للكلام بتاعنا كلين هنا، اقدر امسك الاكتيفيتي نفسها واكسرها شويه، هو ايه الحاجات اللي فيها فعلا فاليو ادد، ايه الحاجات النون فاليو ادد، وايه الحاجات الويستي فيها. ودي بتبقى باينه زي ما احنا قلنا اكيد واحده من السبع انواع دي، لانه انا ما اعتقدش ان في اي تاسك، واحنا اعتقد ما شاء الله بخبرات حضراتكم وخبراتنا يعني اللي فاتت كلها على مستوى كافه المشاريع، سواء كونستراكشن بيلدنجز، سواء انفراستراكشر، سواء ايا كان التايب بتاعها، فاي اكتيفيتي بنتكلم فيها هي بالفعل. ويمكن لو للساده الحاضرين كده وهم قاعدين معانا، او حتى في خلال الاسبوع القادم لغايه ما نتقابل ان شاء الله على السيشن اللي جايه، ان هم يمسكوا فعلا الكومن اكتيفيتيز اللي عندنا الاسبوع ده في مشروع من المشاريع بتاعتنا، ان انا بالفعل امسك الاكتيفيتي واعمل لها بريك داون واقول اه والله دي فاليو ادد، دي هتفرق معايا هتفرق مع الكاستمر بتاعي، دي لازم اعملها بس مش هتفرق فاليو للكاستمر، ثم دي اللي هتفضل هي دي اللي تبقى الويستي بالنسبه لنا فعلا. واللي منها زي ما قلنا بنتكلم فيها سواء على الثمان انواع، سواء الاوفر برودكشن، سواء الانفنتوري ودي مشاكله كتير، سواء ري وورك، وما شاء الله الناس كلها صوتت من الري وورك، بس هنا الايضاح فيها برضو عشان دي نقطه نقاش دائما بنتحط فيها، هو الري وورك ديو تو الاستشاري وتغييرات الديزاين، او الري وورك ديو تو الكواليتي بتاعتي انا، عشان نبقى متفقين وهنشوفها في السلايدز اللي بعد كده، فكره ان مين الكاستمر ومين السبلاير، وهل الاستشاري المفروض يغير معايا الديزاين كل شويه؟ فالمفروض لا طبعا، ولهذا هنتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله في السلايدز اللي جايه، فكره ان الكونتراكتور او الجنرال كونتراكتور لازم يبقى داخل معايا من البدايه في الديزاين ككونسلتنت عشان يبقى نقلل حته الريفيجنز دي بشكل او باخر، فبالتالي نقدر فعلا نعملها على حضراتكم جميعا على الشغل بتاعنا في خلال هذا الاسبوع في مشاريعنا على اختلاف التايبس بتاعتها، ونقدر نشوف فعلا على الاكتيفيتيز دي ايه اللي من الاخر هيقدر يديني فعلا فاليو اد للكاستمر بتاعي، ايه اللي لازم اعمله بس مش هيديني فاليو اد للكاستمر بتاعي، اللي هيتبقى من الاكتيفيتي بريك داون اللي احنا عاملينه ده على اختلاف مشاريعنا هو ده اللي هيبقى ويست. واعتقد بكل التايبس اللي احنا اتكلمنا فيها في الكام سلايد اللي فاتت دي، لا اعتقد دي مدينا كل الانواع بالكفرج بتاعتها، فنقدر بالفعل نخش الديتيل. الاهم ودي يمكن اللي كنا بنتك عليها شويه في الكام سلايد اللي فاتت، فكره ان اهم حاجه بالنسبه لنا في اللين هي فكره الاوبزرفيشن، بمعنى انا بالنسبه لي التاسك اللي بحطها بلانرز او احطها كبروجكت مانجر، التاسك هي مش سطر زي ما احنا بنحطها، بل بالعكس ده هي فيها a lot of actions تحتيها، اللي بالفعل انا لما باجي احطها في بلان زي مثلا زي الاكسكيوشن، اقول اه والله انا في اليوم الماكسيمم بتاعي هقدر اطلع 100 متر مكعب حفر، في مقابل ان انا بالفعل كبلانر او بروجكت مانجر او سايت انجينير نزلت وقعدت وكسرت الاكتيفيتي دي، لان هي الاكتيفيتي اتس وانس هتكرر معايا، سواء في مشاريع الانفراستراكشر كعده كيلومترات، او هتتكرر معايا في الكونستراكشن نفسه او البيلدنجز كونستراكشن نفسها، فتقدر تكبر معايا بشكل او باخر، هتتكرر سواء عواميد او سوبر ستراكشر كعواميد وكمرات وبلاطات، او سواء الفينشنج او خلافه، فهي بنسميها الكاتيجوري اوف اكتيفيتي اللي لو فعلا قدرنا نقفشها من اول لحظه، وهي دي الاساس اللي احنا بنتكلم فيه، فكره الدوينج والتوت، ان انا اتعلم وامسك الاكتيفيتي اكسرها واوبزرف واقعد زي ما كنا بنتكلم كده، اجيب شمسيه وكرسي واقعد مع السايت انجينير بالنسبه لي، او اقعد مع الفورمان افهم منه اللي بيحصل، مش افهم ككلام، لا اعمل قدامي وانا قاعد معاك وايد الكلام ده كله، لان ساعتها بالفعل سواء ان فكره السطر اللي معايا في البلان مش هيبقى سطر، ده هيبقى حياه بتتكرر معانا على مدى مده المشروع على حسب الاكتيفيتيز والكلام ده كله، وبالفعل كل ويست او كل نون فاليو ادد
قدرنا نقلل الديوريشن بتاعتها بيزد على دول على الثمانيه كاتيجوريز الموجودين عندي، او ان انا اقلل الويتنج ويستي اللي موجود عندي بالذات في حاله ان انا فاليو ادد زي ما الساده الاشقاء قالوا عليها، فكره انتظار الاعتمادات، لا ده تاخير المشتريات للمطلوب او خلافه. دي في حد ذاته ودي بالفعل جربناها بايدينا زي ما بيقولوا، اعتقد لو لمسنا في حضراتكم فعلا ان انتوا تجربوها كتجربه مبدئيه على في خلال الاسبوع ده لغايه ما نتقابل على السيشن الجايه بس على الاكتيفيتيز بتاعت هذا الاسبوع، اعتقد دي هتفرق معانا كلنا كتير جدا، وهنلاحظ ان بالفعل من اول اسبوع بدا يتحقق فيه بيرفورمانس افضل شويه، او على الاقل هنقدر نوصل ان احنا نبقى فاهمين الموضوع بشكل افضل ويبقى متقسم في دماغنا، لان دائما ودي يمكن زي ما قلت لحضراتكم جميعا بنقع في هذه الايشيو، الا وهي انا بالنسبه لي لما بحط البلان برص التاسكات بعمل الورك بريك داون بحط الديوريشن بظبط الريليشن، ما بيجيش في دماغي ابدا ان الموضوع لا ده هو بالفعل في باور وفي هادر في هالك زي ما بيقولوا. والغريب بالفعل ويمكن البرزنتيشن داتا اللي احنا جبناها هنا مش دي اللي احنا قايلينها، دي الستاندرد انفورميشن اللي بالفعل غالبيتنا بنتكلم فيها، نلاحظ ان الفاليو ادد من اي تاسك سواء في الحفر سواء في القواعد سواء في العواميد سواء في السوبر ستراكشر سواء في التشطيب، لو مسكت اكتيفيتي بعينها هتلاحظ فعلا ان الماكسيمم بتاعك 20 30% فاليو ادد، هي دي اللي بتبقى ذو قيمه للكاستمر بتاعي او الاونر اللي انا بشتغل معاه، و70 80% ما بين نون فاليو ادد زي الشوب درون زي الاعتمادات زي الكلام ده كله، وان كان اي ماست دو ات والا مش هعرف اوصل للفاليو ادد دي. بس الغريب ان لما هتركز بقى فعلا وهنفاجئ من اول بكره لحضراتكم اول ما تنزلوا على المواقع بتاعتنا ان شاء الله بالسلامه، هتلاحظ ان دماغك بدات تفكر فيها بالفعل ايا كانت الاكتيفيتيز ايا كانت التاسكات بدات تشوفها بهذا المنظور الثلاثي، فبالتالي عينك بدات تقع على الويست، وهو ده التمرين اللي احنا محتاجينه كلنا نعمله مع بعض زي ما قلت لحضراتكم لغايه الاسبوع اللي جاي، بحيث ان نقدر بالفعل على ايا كانت الاكتيفيتي كل اللي هنحتاجه نكتب في ورقه هو ايه الاكتيفيتيز اللي محتاج اعملها الاسبوع ده، ابص عليها طب هو ايه طبيعي الفاليو ادد اللي بتطلع منها، طب ايه اللي انا لازم اعمله بس هي مش فاليو ادد، واي حاجه احصرها في الويسي وازاي اقلله، اعتقد ده هيخلف كتير قوي مع منظورنا جميعا فيها. وزي ما قلت لحضراتكم لما مع اول مشروع بدانا نطبق فيه فعلا لين بالكونسبت بتاعه ك فاليو ادد ونون فاليو ادد وويستري بشكل كبير قوي، بدا منظورنا للتاسكات نفسها بتختلف. فلهذا اعتقد اتس مايند سيت بشكل او باخر ات ماست تو بي ريجوليتد في دماغنا جميعا، وانا بشتغل عليها في نفس الوقت لازم ابقى قادر افهم كويس قوي ان مفيش حاجه هتنزل لي من السما زي ما بيقولوا، او ان انا اول ما اشوف المشروع ايا كان الشركه اللي هتيجي تشتغل معانا فيه او المهندس اللي هيشتغل معانا فيه مش هيطلعوا لي كده، لا ده لازم بالفعل ابتدي اشتغل. الفارق بس في ده هو خبره المهندس او الاستشاري اللي بيشتغل معايا في هذا الموضوع، ان هو عنده قدره يايدنتيفاي التاسكات بسرعه، يايدنتيفاي الفاليو ادد، يايدنتيفاي الويستي بتاعتي والميتيجيشن بلان اللي انا اقدر اريكفر عليها بشكل سريع، ازاي اقدر احط خطوات اصلاح زي ما بيقولوا مع كمان الاوبزرفيشن. فالتو كونسبت دول لازم يبقوا في دماغنا من الاسبوع ده، ولازم ابقى قادر اشوف في كل واحد على موقعه، لازم ابقى قادر بالفعل احط الموضوع واتحرك عليه ان هو ما بين فاليو ادد نون فاليو ادد والباقي كله ويست فلازم اظبطه، ما بين ان انا لازم ابقى حاطط اوبزرفيشن على التاسكات بتاعتي ولازم اقدر اطلع ايه التحديد السمول اكتيفيتيز اللي بتاخد مني وقت بالفعل وبتعمل لي مشاكل، اللي منها نبتدي بقى فعلا نشوف طب البروسيس بقى نفسها كامله، بخلاف فكره الفاليو ادد والنون فاليو ادد، فكره البروسيس نفسها بنقدر نحسنها ازاي ككونسبت على بعضه. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنحاول نسبارك او نيجنايت السبارك اللي موجوده في دماغتنا كلها عشان نقدر نشوف الموضوع فعلا بشكل افضل. اتفضلي اتفضلي يا باشمهندس.
بالنسبة لل 5 Lean Process Principles، في السيشن اللي قبل كده احنا كنا اتكلمنا باختصار عن ال 5 Lean Process ال Principles بتاعة اللين. الهدف ان احنا ال Specify Customer Value، ال Value Stream، ال Flow وال Pull وال Perfection. كنا قلناهم سريعا، المرة دي هنتكلم عليهم بالتفصيل. بداية لل Identify Value for each customer. طيب specify what creates value from the customer's perspective. بالنسبة للcontractor أو بالنسبة للماسك المشروع، أنت لما بتيجي تعمل ال value أو تcreate ال value، بيكون من وجهة نظر إيه؟ أو أنت مين اللي المفروض يكون الكاستمر أو الكلاينت في الكونستراكشن بروجكت؟ what would the customer's value؟ لو المهندسين بس تشاركونا بالإجابات، مين اللي أنت من وجهة نظرك ككونتراكتور، مين الكاستمر اللي المفروض مستني إن احنا ندليفر ليه value، أو مستنيين إن احنا ندليفر غير الكلاينت طبعاً، يعني غير الكلاينت اللي انت المفروض تسلم له مشروع في الاخر، بس خلال الكونستراكشن بروجكت بتاعك او خلال الاكتيفيتيز او السيكونس اوف اكتيفيتي بتاعك، مين من وجهة نظرك ان المفروض يكون هو الكاستمر كونستراكشن بروجكت؟ طيب what would be the customer's value، ايه هي الفاليو اللي احنا محتاجينها؟ يعني انت لو انت الكاستمر، انت المفروض ايه الفاليو اللي انت مستنيها بالضبط؟ اوكي بنشوف بعض الردود. تمام اوكي. طيب احنا عندنا المفروض في المشروع او في الكونستراكشن، المفروض ان احنا خلال المشروع احنا كلنا customer to each others. يعني انت المفروض خلال دايرة المشروع بتاعك كتيم وكاستشاري وكسبلاير، المفروض كلنا كاستمر لبعض لحد ما بنوصل للاند يوزر او اللي هو ديليفري المشروع. خلال الاوبريشن نمبر 1 2 3 4 حتى الاند يوزر، كلنا المفروض كاستمر بيسلم للسبلاير. كاستمر اوف 2 المفروض في سبلاير، المفروض الاوبريشن 2 دي سبلاير الاوبريشن 3، ودي طبعا سيكونس الاكتيفيتي اللي المفروض نمشي عليها. يعني سيادتك بتعمل الفاونديشن، وبعدين بتطلع من الفاونديشن، بتطلع بعد كده بتحط، وانت خلال البروسيس الفاونديشن بتاعتك عندك ستيل انفورسمنت، عندك شتر، عندك كونكريت، كل الكلام ده كله لحد ما بتوصل في الاخر، لان انت خلاص توصل للفاينل فاونديشن. فانت بدايه كل اوبريشن المفروض انت كاستمر للاوبريشن اللي قبلك وسبلاير للي بعدك عشان نوصل للاند يوزر. فلازم كل واحد مننا او كل اوبريشن بتسلم فاليو للاوبريشن اللي بعديها، والفاليو طبعا ان انت تسلم الشغل في ميعاده عشان الاكتيفيتي اللي بعدك ما يتاخرش، ان انت تتفادى الريورك والكواليتي كويسه، ان انت ما تكون مش عامل بروسيس زياده او مش صارف اكتر من المطلوب في البند ده علشان يكون مظبوط الشغل بتاعنا ماشي صح والسيكونس والفلو ماشي تمام. طيب نمبر 2 عندك الفاليو ستريم او الريموفر. الفاليو ستريم دي المرحلة اللي احنا اتكلمنا عليها، الحاجة المهمة جدا فترة الكولابوريشن او البري برودكشن او البري كونستراكشن. المفروض ان انت بتidentify all steps required to deliver the project or service and identify and eliminate the waste. المنطقة دي او المرحلة دي اللي هي الماكرو بروسيس ليفل، اللي هي المفروض البري برودكشن او البري كونستراكشن، اللي من خلالها بنحدد كل اللي احنا عايزين نشتغله، اللي هي اتفقنا عليها اللي هي الكولابوريتيف بلان اللي احنا بنشتغل عليه. من خلالها احنا بنقدر نحدد الفاليو والنون فاليو اكتيفيتيز والويست، كل الكلام ده بيتحدد في المنطقه دي، وبناء عليه انت بتيجي تعمل برودكشن بسلاسه، او بتبقى خلاص كل حاجه واضحه قدامك ومحطوطه قدام عينيك،
فتقدر تشتغل بأريحية، بتقدر تبقى مسايف نفسك طول الوقت ان انت اي ريسك هيحصل لك او اي حاجة هتحصل لك دي هتبقى حاجة قدرية بقى، يعني مش حاجة انت مثلا تقصير، او ان انت مش عامل فولو اب على حاجة معينة، او الماتيريال اتأخرت عشان احنا طلبناها متأخر، او الاكويبمنت ما جاتش عشان ما طلبناهاش بدري. كل الكلام ده المفروض بيكون معمول له حساب حرفيا في المنطقة دي او في مرحلة البري كونستراكشن، ودي مرحلة الفاليو ستريم والايدنتيفيكيشن لكل الستيبس المطلوبة. نمبر 3 الفلو، الانشور الفاليو فلوز. الفلو ده المفروض ان انت بتعمل ديزاين اوبريت للفاليو ستريم والاكشنز اللي بريكريت للفاليو. المفروض ان انت طول الوقت زي ما اتكلمنا ان انت لازم تخلي الفلو بتاعك سمود وبريدكتبل، يعني انت لما بتيجي تعمل بلان بتاعك لازم يكون ريليبل، ولازم يكون بناء على ظروف واحداث موجوده عندك او جو مناسب للي انت بتشتغل فيه. يعني ما تجيش تقول لي ان انا هعمل 5 حمامات تشطيب وانا الماتيريال مثلا مش جاهزه، او العمال اللي موجودين اصلا مش سكيلد او مؤهلين ان هم يعملوا في اليوم او يعملوا في خلال ال5 حمامات دول في خلال الاسبوع المطلوب منهم، او ان انت المهندس نفسه اللي بيتابع المشروع لسه جونيور فمش هيقدر يقوله على الناس فالناس هتتاخر. لازم يكون كل حاجه البلان معمول على حسب الاتموسفير الموجود في الشغل، تمام؟ ولازم نبقى بي شور زي ما اتكلمنا قبل كده ان انت بتديليفر الاكتيفيتي اللي بعدك، فلازم نخلي طول الوقت الفاليو فلوز خلال كل البروسيس مستمره، يعني كانك كده ماشي في ريفر في نهر، كل حاجه ماشيه سمودلي، الاكتيفيتي بيسلم بعضه، السيكونس ماشي صح، انت متاكد ان الاكتيفيتي ده لو اتاخر حتى لو عندك تاخير ما يكون دايما عندك بفر، يكون عندك حاجه مظبوطه ان انت تحددها. وبالنسبه بمناسبه البفر والفلو، فالمفروض ان انت عندك في الانفنتوري بفر وفي السكيدجول بفر، ودي المفروض ان انت بنستخدمهم في اللين علشان نسيب او نخلي نفسنا سماحيه شويه، بس لازم ما نعتمدش عليهم، لازم نعتمد على البلان الصح، وده اللي بيعتمد او بيجي من خبره الناس اللي موجوده في الموقع والبلاننج وان انت اوريدي اشتغلت فترة كبيرة، فانت اوريدي بقيت تقدر تحدد الويست اللي ممكن يطلع لك او الفلو اللي انت تقدر تشتغل بيه، تمام؟ سؤال، how does flow apply to a construction program? Why it is important؟ لو الناس تعرف تجاوب على السؤال او السؤالين ده، ازاي الفلو بيتطبق في الكونستراكشن بروجرام؟ اوكي، نمبر 4 عندنا البول. البول ده زي ما احنا شايفين هنا كده، السبلاير بيسلم اي بي سي للكاستمر. سبلاير البول ده ان انت دايما خلاص بتعمل بول للاكتيفيتي عشان يجي للي بعده. البول ده next operation should pull work through the process only when it's needed. What does this mean in effectively delivering a construction project? Establish what is required rate or production to meet the agreed target program. Define the best way to set up, organize, plan, control work. What, when, who, how, where. ده اللي احنا اتكلمنا فيه، انه انت بتعمل البروجرام بتاعك لازم تسأل ايه وامتى ومين وازاي وفين. لازم دايما طول الوقت عندك questions ازاي هتحقق ده او ازاي هتوصل الاكتيفيتي ده بكل الاسلوب ده، ايه اللي احنا عايزين نوصله وامتى ومين اللي هيشتغل الشغل ده وازاي هيشتغله وامتى. اوكي، synchronize ده طبعا all parties to agree the program and rate of production و provide aligned resources to meet these needs. وده الهدف من او الفرق بين traditional planning وبين collaborative planning، ان collaborative planning بيتشير او بيتبعت لكل الناس
علشان تدي ابروفل عليه من اول توب مانجمنت لحد الفورمان اللي هم اصلا مشتركين في عمله. والتوب مانجمنت لازم تابروف ان احنا يا جماعه احنا وصلنا للمرحله دي او احنا هنعمل البلان بتاعنا كالاتي، فهم هيعملوا ابروف عليه، فبالتالي احنا هنبقى ضامنين ان الريسورسز افيلبل، كل الريكويرمنت موجوده، فالبلان ان شاء الله مش هيتاخر. بالنسبه للبول في حاجه طبعا اسمها البول بلاننج، معرفش اذا كان البلانر او معانا بلانرز موجودين يقدروا يفهموا ايه البول بلاننج. البول بلاننج ده ان انت بتوصل ان انت بتيجي عند الاكتيفيتي بتاعك او المايلستون بتاعك. انا مثلا عايز يوم 15/4 يبقى عندي الطريق رقم 10/35 خلاص رود وورك واسفلت وخلصان وهيتسلم للكلاينت. طيب انا باجي للمايلستون بتاعي اللي هو يوم 15/4 وبكتب الرود وورك او بحط الرود وورك وبرجع. طبعا انا ده يعني انا عارفه الموضوع ده من اول مشروع ان انا عندي مايلستون بتاعي يوم 15/4، فانا باجي بعمل ايه؟ بمسك الاكتيفيتي ده وبحطه كمايلستون وبرجع بالراجع لكل الاكتيفيتي اللي قبله اكتيفيتي باي اكتيفيتي لحد ما اوصل للحفر او لحد ما اوصل للبري كونستراكشن اصلا اللي هو التي تي بي اللي هو الترافيك دايفرجن بلان الانكروشمنت ابروفال كل الكلام ده كله. بناء عليه وانا برجع بالراجع هقف على كل اكتيفيتي، فهبقى عارفه بالظبط ايه اللي انا هحتاجه علشان اقدر احقق الاكتيفيتي دي او اعملها. اسمها البول بلاننج، ان احنا بنرجع بنعمل باكورد واحنا بنعمل بلاننج. ترجع بتبدا بالمايلستون اكتيفيتي بالاند اكتيفيتي وبترجع لحد ما بتوصل للبري كونستراكشن اكتيفيتي اللي من خلالها تقدر تحقق. من خلال البول بلاننج دي انت بتقدر تحدد الاكزاكت ريسورسز ريكويرد، بتساعدنا جدا وبدأنا نطبقها عندنا في المشروع ولحد الآن ناجحة، وإن شاء الله بنحاول نعملها بتوسع أكتر في الزونز اللي لسه هتفتح جديدة عشان تدينا مور إفكتيف للطريقة دي. تمام. سينكرايز للكاستمر، هنا في سؤال إحنا بنسأل فيه الكاستمر، عايز تيجي تسأل دايما سؤال انت ايه المعدل مثلا اللي عايز يوصل له البيبر تري تو بي ديليفرد، يعني انت محتاج توصل له دي باي طريقه او مستوى ازاي او عايزها ازاي. الريت والبيت اوف برودكشن يوزد اون كونستراكشن سايتس، لازم دايما نسأل ايه الريت وايه اللي بيتحقق او البرودكتيفيتي او البرودكشن المطلوب. ان انت ممكن تبقى شغال بريت عالي مثلا ومخسر نفسك علشان whatever reason، بس انت في كاستمر تاني او في حد تاني ممكن يوفرك good quality rate افضل بكتير، فانت لازم يكون عندك دايما synchronize للمكان او للمجال اللي انت فيه وكل شغال فيه علشان تبقى تقدر تجيب افضل كاستمر او افضل supplier او افضل حد ممكن يشتغل لك بالريت المناسب ليك. البرفكشن، الكونتينوسلي امبروفمنت، ودي طبعا مفيش حد بيوصل للبرفكشن 100%، بس ده طبعا احنا ترايل طول الوقت. الكونتينوس امبروفمنت في الاكتيفيتيز، زي ما بنقول بيتر از نوت جود انف، امبروفمنت از انفينيت. انت طول الوقت بتحاول تعمل امبروفمنت، فانت ما ينفعش توصل لليفل معين تقول لك انا تمام بقيت انا اتحسنت وخلصت اللي عندي وكده، لان طول الوقت في امبروفمنت وفي واي اوف ثينكينج وفي موتيفيشن وفي حاجات كتير ممكن تقدر تعملها كانجينير وكتيم ان انت تقدر تحسن الشغل. الالمنيشن الويست، الكونتينوس امبروفمنت، ده الهدف ان احنا عايزين نوصل للبرفكشن بتاعنا، ان احنا نحاول على قدر المستطاع ان احنا نقلل الويست بتاعنا. اوبتمايز الهول سيستم او البروجكت بتاعنا، زي ما احنا شايفين من الشارت ده هنا كده. تمام. الكونستراكشن للدليفري للكوميشن للكوميشنينج للمينتيننس اكسبلينيشن الديسمنتيشن السيلز الكونسبشن، كل الكلام ده كله انت المفروض لو على مجال بقى مش مشروع واحد، على مجال الكمباني نفسها، ان انت المفروض بتبدا تدخل واحده واحده انت تحسن البروسيس كامله،
من procurement بقى اللوجيستيك لسيفتي لسيلز لمينتيننس كل الكلام ده كله المفروض يبدأ يحصل له enhancement على نطاق شركة بقى كاملة، مش على نطاق بس مشروعك لوحده، لأن يعني أغلب المشاريع للأسف ما بيكونش بيكون كل حاجة لازم ترجع لأبروفل من المين أوفيس أو للهيد أوفيس علشان تبروسس في حاجة معينة، فدي بتعطلك ممكن شهر أو شهرين يعني. فللأسف الموضوع ده بيبقى صعب شوية، ف يعني على قدر المستطاع بنحاول ندي الكومنتس بتاعتنا للإدارة والتوب مانجمنت ان هم يبداوا ينهانس البروسيس شوية في الحاجات دي. تمام، عندنا في هنا سؤال: how could the application of lean help you improve في خلال الاورجانيزيشن او البروجكت بتاعك، وايه الكي areas of opportunity لو الانجينيرز يقدروا يساعدونا دلوقتي من خلال اللي احنا قلناه في السيشن دي وفي السيشن اللي قبل كده، ايه اللي انت شايف ان اللين ممكن لو طبقته في المشروع عندك يقدر يساعدك ان هو يعمل امبروفمنت، ايه الاريا اوف امبروفمنت اللي ممكن يحسنها في المشروع عندك، وفرصه قد ايه ان انت تبدا تطبقه في المشروع عندك، يعني حتى لو مش على مستوى المانجمنت بقى او ان انت هتقول، بس انت بينك وبين نفسك تقدر ازاي تحسن البرودكتيفيتي بتاعتك او تحسن الاكتيفيتي بتاعتك او تعمل امبروفمنت في الاكتيفيتي بتاعك كمهندس، وايه اللي تقدر تطبقه من الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي وتقدر تستفيد بيه في الشغل عندك كمهندس موقع او كتكنيكال او كبلانينج او كوات ايفر بوزيشن. تمام، عندنا اللين: how can lean help freeze up time to do the things which provide value to the customer, eliminate system or process waste, establish efficient value adding activity, provide clarity to all parts of the system or service on what is required and their role and its provision, eliminate the disconnects and misinformation. طبعا دي حاجة مهمة جدا، ان اوقات كتير بيجي مس انفورميشن او بيحصل مس ليدنج من معلومة معينة او حاجة ما جاش بيها official letter أو instruction، فنبدأ نستنى شوية، طب فين الconfirmation، نبدأ نعمل meetings كتير قوي مع الكلاينت ما استشاري، طب كل الكلام ده كله لازم إن احنا اللين بيقلل الكلام ده كله. Creates a shared ownership of new systems and processes that people help to design. طيب بالنسبة للpoint دي احنا المفروض إن أي عقود جديدة المفروض related للين أو كان اسمها enhanced contract، ودي طبعا بتيجي من client للcontractor وبيكون مشترط فيها ان بيكون في two lean leads في الstaff وموجود lean performance center وليها requirement وليها طلبات كتير. طيب بعد كده خلال الفترة الجاية أو السنين اللي جاية في construction اللين العقود أو بين الcontract او بين الكلاينت وبين الكونتراكتور هيتضمن فيها ان لازم الكونتراكتور يكون مشترك مع الكلاينت والديزاينر في مرحلة الديزاين، والهدف منها طبعا تقليل الار اف اي، تقليل الكليمز، تقليل الفاريشنز. الكونتراكتور هيبدي رأيه طول الوقت في الديزاين انبوت، علشان الهدف من الموضوع ان احنا نديزاين تو بادجت، يعني مش ان احنا نماتش البادجت مع الديزاين، ودي مشكله كبيره جدا حاصله في اغلب المشاريع واحنا عارفين كلنا طبعا، خصوصا البيلدينجز والستير انفورسمنت والهيدك بتاع الستير انفورسمنت بتاعنا اللي بيكون اعلى كتير من المطلوب، فبنطلب ريفيجنز وبيجي لنا ريفيجن 1 2 3 4 اوقات كتير، وانت شغال بيجي لك الريفيجن عادي جدا ويقول لك لا ده دي الفاينل ريفيجن لازم تفولو، فتلاقي نفسك انت اوريدي بتشتغل او اوريدي طلبت الاوردر. فللاسف كل ده المفروض الفتره الجايه خلال السنين اللي جايه العقود هتتغير واللين هيبقى مور انفولفد في مرحله الديزاين ككونتراكتور عشان نقلل كل المشاكل اللي بتحصل من الديزاين والكونفليكتس والسوبر امبوز، وطبعا ده هيبقى داخل معانا طبعا البيم وتحسينات البيم، والدكتور محمد طبعا هيتكلم معانا
تفصيل في البيم في السلايدز الجايه. الانهانسد بروجكت ديليفري وات از بوسيبل. طيب بالنسبه اول ما بنطبق اللين وبعد ما بنشتغل على اللين على كذا حاجه او على كذا شهر، فاللي بنبدا نلاحظه الميجرز والامبروفمنت والبنفيت ان انت عندك السيفتي، السيفتي بيحصل له انهانسمنت بشكل كبير، بيحصل ريدوست الاكسيدنت والانجيرز، البروجرام ديليفري بيبقى بريدكتابيليتي، بيبقى البرسنتج بروميسز كومبليت تقريبا من 70 لـ95%، ودي طبعا احنا شفناها في المشروع عندنا. البروجرام ريدكشن 20 لـ67%، الديزاين ديليفري البريدكتابيليتي امبروفمنت تبقى بلس 50%، بري كونستراكشن التايم درو ديزاين تو سايت بيقل 40%، ديليفري كونستراكشن برودكتيفيتي من 20 لـ300%، الكواليتي ريديوس ديفكتس تبقى 70%، البروسيس كاباسيتي انكريز من 30 لـ40%، الكوست البوتوم لاين بروفيت البير بالسنه تقريبا، دي طبعا الخمس دولار او الباوند بير انوالي. اوكي الهاي ليفل اتشيفمنت والميديوم ليفل اوف اتشيفمنت الديليفرد او البنفيتس ديليفرد، عندك السيفتي والكاستمر ساتسفاكشن، الهاي كواليتي كونستراكشن وريديوسد بروجكت سكيدجول لجريتر برودكتيفيتي، جريتر بروفيتابيليتي، المور فوكس على السوبرفيجن ستاف، البيتر ريسك مانجمنت، امبروفد سستينابيليتي، الجريتر جرينابيليتي، الامبروفمنت لايف سايكل سلف سايكل كوست والكوست اونرشيب. كل الكلام ده بيحصل له او بيحصل فيه اتشيفمنت عاليه، او بعد الامبلمنتيشن بتلاقي انهانسمنت وتحسن كبير قوي في كل البارتس دي في خلال المشروع. هنا طبعا ده للتذكره او يعني ريفيو سريع الاليمنتس اوف ورك، في اليمنتس اوف ورك المهندس الدكتور محمد كان ممكن يدخل معانا بقى في الملخص. تمام. طيب يعني ما شاء الله، يمكن حتى فكرة البرنسبل اللي احنا اتكلمنا عليها في السكشن اللي فات ده، وفكرة ان من ضمن الاهم التحديدات سواء اللي بنتكلمها كلين برنسبل فيها فكرة السبيسيفاينج للكاستمر فاليو، ايه تعريف الكاستمر الاول وتعريف الفاليو اللي هو منتظرها مني، بخلاف وبرضو زي ما انا قلت لحضراتكم في البدايات خالص كنا دايما كل اللي في دماغنا هو الكاستمر بالنسبه له عايز اوصل له اللي هو متعاقد عليه. لا، هو ده مش ما كانش الديفينيشن بالنسبه لنا الاصح. طبعا هو التعريف في الفاليو بالنسبه للكاستمر بالنسبه لي كشركه او ككيان كبير قوي، هو توصيل ما تم التعاقد عليه بنفس مستوى الجوده في نفس الوقت بنفس السعر. دي الكومباينيشن الصعبه اللي احنا بنتكلم فيها، وعشان كده كنا بنحدد الموضوع فيها بالنسبه لنا كتفكير في دماغنا. فكره الفاليو ستريمينج بالفعل، ويمكن في احدى البشمهندسين بالفعل هو كان بيرد علينا فيها فكره اللي هي السيكونس اوف اكتيفيتيز، اكتر منها سيكونس اوف اكتيفيتيز هي سيكونس اوف فاليو مابينج. بمعنى ايه؟ الاكتيفيتيز بتطرح انشطه او تحركات لينا على ارض الواقع، ان انا عايز احفر وبعد ما احفر احط القواعد العاديه، ابتدي احط المسلحه، بعد كده اردم، بعد كده اطلع بالعواميد، بعد كده اطلع اظبط الخشب بتاعي واشد الحديد فابتدي اصوب السقف والكاميرات. دي المين اكتيفيتيز. لكن فكره الفاليو فعلا كفاليو مابنج لكل ستيب من الستيبس بتاعتنا، اعتقد الموضوع لا، ده انا بمسك كل اكتيفيتي واطلع منها الفاليو بتاعتي، وزي ما كنا بنتكلم في الستبس بتاعتنا او البروسيس برينسيبل نفسها، فانا لازم ابقى متاكد عامل ما يسمى بالفاليو مابين تشارت بالنسبه لي، وكل اكتيفيتي وهو الاند كاستمر باستخدام الفلو اوف داتا او الانفلو او انفورميشن او الفلو اوف فاليو اللي بنتكلم فيها، وبعكسها بفكره البول هو الراجل المنتظر مني ايه وابتدي امشي بيه بالسيكونس. الكونسبت الاهم واللي احنا طرح معانا هنا، ودي اللي لازم كل واحد فينا يبقى قادر فعلا يفهمها كويس قوي، ان الاند كاستمر
لا يعني ان هو ده الكاستمر بتاعي، وان كل بورت من الديفيجنز او الفانكشنز اللي موجوده عندي في المشروع هي بالفعل كاستمر وسبلاير، كاستمر وسبلاير. بمعنى اداره البادجنج بالنسبه لي هي سبلاير لاداره البلاننج، واداره البلاننج لاداره المشروع نفسه، واداره المشروع هي سبلاير للسايت اكسكيوشن بشكل او باخر، والسايت وهكذا. بحيث ان لازم ده يبقى في دماغنا كويس قوي، ان الموضوع في اند كاستمر، بس في الاخر احنا كلنا از ريليشن شيب لاعضاء في نفس الفريق، في نفس البروجكت تيم ده، بكل الافراد، ومن اول البروجكت دايركتور نهايه بالامن اللي واقف فيها. في الاخر الكونسبت هو سبلاير كاستمر ريليشن شيب. فبشكل او باخر لازم انا في ايا كان ادارتي، في ايا كان قطاعي، في ايا كان الفانكشن بتاعتي، في ايا كان البوزيشن بتاعي اللي احنا بنتكلم عليه، او التايتل او السينيوريتي ليفل زي ما احنا بنسميها، لازم ابقى دايما بفكر ان انا منتظر حاجه من سبلاير ليا، اداره، فانكشن، ديبورتمنت تانيه، شركه بشكل او باخر، وبسلم شغلي لحد تاني. فانا لازم اساتسفاي الكاستمر اللي بعديه، عشان وفي نفس الوقت اطالب السبلاير بتاعي ان هو يحقق لي ساتسفاكشن. ده الكونسبت، ده هو تاني كونسبت مهم اعتقد لازم نقدر نحطه في دماغنا، مع فكره ان فعلا ان انا لازم ابقى راسم الفلو ماب مع الاساينمنت الاولانيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها على فكره الفاليو ادد والنون فاليو ادد والويست، وتحديد التاسكات على مستوى بس الاكتيفيتيز اللي احنا كلنا هنشتغل فيها من بكره لغايه يوم الخميس ان شاء الله. كمان لازم احط على هذه التاسكات وتحديدي ليها كفاليو ادد ونون فاليو ادد ويستج بتاعتها، لازم اقدر كمان اقول طب هي الفاليو منها اللي هتوصل للاند كاستمر ازاي، وارجع بالبول سيكونس اللي احنا اتكلمنا عليه، بالبول سيكونس. طب هي عشان توصل مين اللي محتاج ينفذها، فمحتاجين مثلا سايت اكسكيوشن او السيرفيرز او الكوانتيتي سيرفيرز او التكنيكال اوفيس، ايا كان هو اللي هيدي الفاليو دي للاند كاستمر، فانا عشان اديها له لازم اعمل ايه كاداره مثلا البيدنج او البلاننج، وهكذا امشيها لورا شويه عشان ابقى قدرت فعلا بفكر البول سيكونس حطيت الفلو اوف فاليو ورسمت الفاليو مابنج اللي احنا متخيلينه على بس التاسكات بتاعتنا او الاكتيفيتيز بتاعتنا لمده اسبوع. بيشور ان تفكيرنا والثينكينج ميثود اللي احنا بنتكلم فيها من شهر فات مثلا تقريبا، او من 3 اسابيع، كمان طريقه تفكيرنا من الاسبوع اللي فات هتبتدي تختلف حتى على مستوى ده. وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان الفكره كلها اللي احنا بنترجتها هنا هو تغيير طريقة تفكير، وتغيير طريقة ان انا كل يوم الصبح بصحى بغسل وشي، بنزل اروح الشغل الاقي المقاول لسه ما خلصش، والراجل السبلاي تشين ما وردليش الحاجة بتاعتي، فبقعد اتخانق مع مقاول الباطن بتاعي ما خلصليش ليه، واروح لا عايزين نطلع فوق شوية. وصدقوني كل المشاكل بشكل او باخر بيزد على الخبرات الصغيرة والابلكيشن اللي احنا بنطبقها من 2012 2013 لغايه دلوقتي باستخدام هذه الطرق لاداره الموضوع كبروجكت كنترول، فرقت بريشر كتير قوي من علينا، وبدات توزع الفلو فعلا، وبدا الان كاستمر بتاعي اللي هو الاونر ايا كان هو مين، او لو انا سب كونتراكتور او سبيشاليتي كونتراكتور مع جنرال كونتراكتور اكبر، بدات الريليشن تختلف. فبالتالي الموضوع ما ينفعش ان انا اقول فيها زي ما احنا كنا بنتكلم فيها، ما ينفعش ان انا اقول لا ده الموضوع من بره خالص، لا ده الموضوع انديبلي لازم احنا نغير طريقه تفكير شويه، نغير تفكير التيم اللي معانا بشكل او اخر عشان نقدر نعملها. ما بنقولش طبعا ان الموضوع سهل، ما بنقولش طبعا ان الموضوع بيس اوف كيك، لا ده بياخد شويه مجهود وبياخد فيها ريسك ميتيجيشن زي ما كنا بنتكلم فيها. لازم ابقى كل اكتيفيتي مسبقا انا عارف اكسرها كويس للسب سيدريز بتاعتها، لازم يبقى عندي داتا كولكشن، لازم يبقى عندي كيس ستاديز، لازم يبقى عندي في اهم حاجه وبنتكلم فيها فكره البروجكت كنترول دي، ان انا مش عايز كل يوم الصبح اروح اطفي حرايق، نفس الحرايق دي بقعد اطفيها لمده اسبوع شهر اتنين تلاته، لا خلاص انا طفيت حريقه مره واحده. ده ان حصل وان كان مش مشغلين فعلا بالفول كولابوريتيف بلاننج اللي بنتكلم عليه، ولا فول الفيجوال مانجمنت اللي بنتكلم عليه، فالناس كلها مشتركه في المشاكل بتاعتنا، او شايفه المشاكل وشايفه طريقه حلها، وشايفه قادرين نحل الموضوع اون ديلي بيزز وان ويكلي بيزز، وقادرين فعلا نعدل البلاننج بتاعنا بشكل
من اول الفورمان بيقدر يقول لا والله يا اخوانا احنا محتاجين كذا عشان اقدر انفذ لكم ده، عشان هو ده الهدف اللي احنا جميعا متفقين عليه، وياخد عليه كوميتمنت سواء من السايت انجينير والكلام ده كله. الحاجات دي كلها احنا بنحاول نبلورها في السلايد اللي حضراتكم شايفينها، ان انا لازم طريقه تفكيري تبقى مركزه هو ايه الثري اليمنت اوف ورك لاي اكتيفيتي انا بشتغل فيها، ايه الكاتيجوريز اوف ويست اللي هي واحده من الاليمنت اوف ورك دي، ايه البرنسبل بتاعي او البروسيس برنسبل الرئيسي بالنسبه لي اللي انا بقدر بالفعل استتف دماغي عليه، سواء من الداتا الفاليو مابنج اللي احنا بنتكلم عليها، سواء من تحديد الكاستمر فاليو طبعا، ثم الفاليو ستريم والفاليو مابنج، ثم الفلو بالنسبه لي عشان اقدر ابول الموضوع بشكل او باخر، ثم البرفكشن، وده هو الهدف الرئيسي وكمان لله وحده سبحانه وتعالى. ولكن الهدف بالنسبه لنا في حته البرفكشن ان ما ينفعش ابقى انا بدو ذا سيم برودكتيفيتي ريد ذا سيم كواليتي ريد الشهر ده واقول اه والله انا هكمل بنفس الريد ده، لا ما ينفعش، لان دائما ويمكن امثله كتير جدا بتحصل قدامنا، لازم ادي جروث ريت للبرودكشنز بتاعتي والكواليتي ليفل بتاعي والاداء بتاعي لازم انكريزه شهر عن التاني، حتى ولو زياده طفيفه بس هتوصلني بالفعل في البرفكشن اللي احنا بنتكلم فيه ده، تقدر توصلني بالفعل لنسب اعلى بكتير. لكن لو انا ارتضيت عن وضعي الحالي ايا كان هو ايه، ده بدايه السقوط للاسف. فلابد ان جميعا نبقى متفقين ان لا، اذا كنت انا بعمل حاجه كويسه ففي احسن، واذا كنت انا بعمل حاجه سوبر واو ففي زي ما بنقول كده في جاي جدا وفي امتياز وفي اي بلس وفي اي ستار وايه في بلس بلس زي ما بيقولوا. دائما ابقى حاطط التارجت بتاعي ليه، زي ما انا قلت لحضراتكم في البدايه، ودي كومن مستيك كتير قوي بنقع فيها. انا كويس، ده الكومفورت زون زي ما احنا بنسميها ومنطقه الراحه، انا كويس بعمل معدلات اداء كويسه، بعمل معدلات كواليتي ليفل كويسه او بروجريس كويس، بس في الاخر ما بحسنش نفسي. ساعه ما البني ادم او التيم او الشركه بتتحط في هذا الكونسبت الموضوع بينهار، عشان بس نبقى واضحين، وبالعكس بيوصل لديكي. فلازم من ضمن التغييرات اللي لازم نفكرها في البرفكشن as a principle of lean process بالنسبه لي، ان انا لو الشهر ده بعمل برودكشن ريت بمقدار 100 متر مكعب في اليوم، الشهر الجاي لازم يبقى 110، الشهر اللي بعده لازم يبقى 112، مش لازم اقول 150، بس لازم اسستين ان انا بامبروف الموضوع. الا طبعا لو في حالات قصوى وشديده ان انا طب مش قادر ازود عن كده بشكل او اخر طبعا، وذا سيم ريسورس وذا سيم كوست وذا سيم مان باور اللي احنا بنتكلم عليها، انا ممكن ببساطه اقدر ازودهم ل 200 بس ضاعف الموضوع، فيبقى كده ما حققناش حاجه. بس دائما فكره البرفكشن ان انا احسن ادائي واحسن المعدلات بتاعتي، مش هحافظ ثابت، مش هحافظ عليها وبس، لان انا عالي فيها كمان ولو حتى بنسب اقل شويه. فده بالنسبه لنا كده اعتقد يبقى فكر الثلاثه الرئيسيين دول اللي احنا محتاجين فعلا نشتغل عليهم شويه حلوين. واعتقد برضو ان الموضوع بالنسبه لنا يبقى كده قدرنا نشكل فيه حاجات كتير، وان شاء الله السيشن اللي جايه هنفولو اب بشكل اكتر على فكره الكاتيجوريز والبرنسبلز والبروسيسز والفاونديشنز الرئيسيه لينا كايتم اوف لين، عشان يبقى بس مش اتكلمنا فيها السيشن اللي فاتت على تعريفات وايه الايتمز اللي فيها وايه طريقه التفكير. النهارده بدانا نتكلم فعلا في الامبلمنتيشن، بدانا نتكلم في الواي اوف ثينكينج، بدانا نتكلم في البروسيس بتاعتها اللي فيها. نقفل السيشن سريعا، اشير لحضراتكم الشاشه بس عندي. أعتقد كده حضراتكم شايفين السيشن عندي على الشاشة صح كده؟ تمام. طيب
آخر بالظبط 5 دقايق هنتكلم فيها سريعا مع بعضينا، بنحاول نربط بس الكلام كتير قوي اللي احنا بقالنا شوية بنتكلم فيه مع بعضينا هنا عشان نقدر بالفعل نشوف الموضوع. طب هل هو فعلا الكلاود بيسبورت معايا في اللين في الكونستراكشن ولا لا؟ وده اللي احنا هنقدر نكفره مع بعضينا سريعا. دي شوية الأفكار أو الأسس كتولز وتكنيكس اللي احنا اتكلمنا عليها في التو سيشنز اللي فاتت، ككولابوريتيف بلاننج، كفاجوال مانجمنت، كفايف اس اورجانيزيشن، كداتا كولكشن، فاحنا او ورك اوبزرفيشن. فدي اللي احنا بنتكلم فيه بقى ان احنا هنابلاي، هل هذا الكلام لما اجي ابلاي التولز دي والتكنيكس بتاعتي كلين ابلايها على الكلاود، هل دي هتديني بنفيت ولا لا؟ وده اللي احنا هنشوفه بالفعل فيها. طبعا اول حاجه في فكره الكلاود هنا ان اصبحت كل الادارات وكل القطاعات زي ما اتكلمنا فيما سبق هي كلها كولابوريتيف على كلاود بلاتفورم ايا كان اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. فاصبحت كل البيانات بتاعتنا شير، اي بروجرس بيحصل، اي تشينج بيحصل، اي موديفيكيشن بتحصل سواء في البروجرس او سواء في البلان او سواء في الاكشوال داتا، والكلام ده كله اصبحت كلها متعاونة مع بعضينا، وإن إحنا كلنا شايفين البيانات دي مع بعض وقادرين نتناقش فيها وقادرين نعدل فيها بشكل كبير. الأهم كمان فكرة الداتا كولكشن الطبيعي بالنسبة لنا في موضوع الداتا كولكشن ده، والله ده أنا هكلم الناس بتوع البيدنج، هكلم الناس بتوع بلاني، هكلم الناس بتوع الاكويبمنت، الكوست كنترول، السبلاي تشين، السايت، ابعتوا لي الداتا وادخلها. لا خلاص الموضوع خلص بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي بقى في بشكل او باخر على الكلاود كل الادارات بكل القطاعات بكل الفانكشنز بتقدر تابديت الموضوع بالنسبه لها، وبيتم فعلا عمل داتا كولكشن لكل المشاكل اللي موجوده قبل كل البروجرس واداره الموضوع بفكره الكونسبت اوف لين الرئيسي بالنسبه لنا كداتا كولكشن، ولا بتجمع الكلام ده كله للناس بتوع اللين تيم اللي موجودين عندي او اللي نقدر نسميهم البروجكت كنترول او السينيور بروجكت كنترول اللي موجودين فيها، اللي هم من ضمنها بيقدروا يبتدوا يطلعوا للتوب مانجمنت وهم نفسهم بيراجعوا على التيمز كلها ككولابريتيف بلاني من النقطه السابقه اللي احنا بنتكلم فيها، سواء كبروجرس فيها او سواء كلوك هيد كلاينز، سواء ككاش فلو. والاهم بالنسبه لنا اللي احنا نبقى متفقين عليها فعلا بشكل كبير قوي، فكره الربط ما بين البيانات وفكره الابديتس اللي بتحصل معانا بشكل مستمر. ده في حد ذاته ما كانش ينفع ان احنا نقدر نعمله بخلاف فكره الكلاود بلاتفورم اللي قادره تكولكت الداتا دي كلها بشكل او باخر. فكره الاكتف بروجكت بروجرس مونيتورنج، كل ما بيتنفذ حاجه في الموقع بتابديت معايا في البلان، فبطلع اللوك هيدز الجديده، فبيحصل عندي التشينجز اللي بتبان عندي على طول، او بقدر اشوف فيها فعلا التشينجز اللي بتبان وايه التاثيرات وتاثيرها ككليمز، حتى لو انا بتكلم فيها لو في تاثيرات خارجيه زي ما كان احدى الزملاء بيتكلم على موضوع الكورونا او على موضوع تاخيرات الموردين اللي فيها. ودي يمكن النقطه اللي كان احدى الزملاء بيتكلم عليها، فكره ربط البم معلين مع الكلاود مضروبين في خلاط واحد زي ما بيقولوا، اللي هي فكره ان البم باساسه ككونسبت لوحده بقدر اربطه مع البلاننج، والبلاننج اقدر اربطه مع الفايف دي، فبالتالي طلعت الفور دي والفايف دي ككولابريتيف والداتا كلها كونكتد مع بعضيها وكولكتد بشكل كبير، قدرت اشوف الكونستراكشن سيكونس بتاعي. وصدقوني يمكن اللي شاف حضراتكم فيها واشتغل في فكره الفيرشوال ديزاين اند كونستراكت كفي دي سي واعوانه، ان انت بتكتشف مشاكل كتير جدا، وهي اهم كونسبت عندنا في اللين، ان انا اقدر ري انيشاليز واتخيل المشاكل واعرف المشاكل قبل حدوثها. ده طبعا لينا كلنا، للناس اللي اشتغلت بفعلا بفكره الفور دي، كمان على الكلاود، كمان على باستخدامات التطبيقات البرنسبلز بتاعتنا كداتا كولكشن وخلافه. فاصبح الموضوع لو حصل تغيير في البلان فالكونستراكشن سيكونس بتاعي بدا يختلف، لا ده انا بدات اطلع ال 5 دي، فاول ما يحصل اي مشكله في الاكشوال اكسبنسز بتاعتي على طول الاس كيرف بدا يتغير معايا بشكل كبير. ففكره فعلا اللين كبم اتس ميجر ايتم من وجهه نظري
بس من الكونسبت بتاعت فكره فعلا الفور دي والتيك اوف الاونلاين تيك اوف وكوانتيتي سيرفيز اللي بتحصل، فكره الابديتس اللي بتحصل على الكونستراكشن سيكونس وتطبيقاتها فعلا في الداتا كولكشن بالنسبه لي او كولابريتيف بلاننج، فكره تطبيقات الاكشوال اوتوماتيك على الايتمز بتاعتي والاليمنتس بتاعتي كبيم اليمنتس بقدر اتفرج عليها ونقدر نريفيو عليها ونطبق فعلا اللين اون ديزاين، وده اللي احنا بنقاوح فيه بقى لنا سنين طويله والحمد لله نجحنا فيه بشكل كبير، ان لين مش بس في الكونستراكشن، ان لين ده في مرحله الديزاين، في مرحله الموديلنج، في مرحله الكوردينيشن، في مرحله الابلاينج حتى بتاع السبلاي تشين مانجمنت اللي احنا بنتكلم عليها، ودي احدى الاريات المهمه اللي كلنا وغالبيتنا اعتقد احنا محتاجين نشتغل عليها كتير. فاصبح فعلا ان كونسبت لين مع البيم من غير الكلاود اتس ميجر ايتم، بس لين بم كلاود في حاجه واحده في مشروع واحد في منظومه واحده بشكل او باخر، هو ده كان هدفنا صراحه من سنين طويله قوي، هو ده اللي احنا حاولنا نابلاي والحمد لله نجحنا فيه حتى هذه اللحظه عشان نوصل للماكسيمم بنفيت. وان كان زي ما برضه احنا متفقين لين على الكلاود بس فايتس ميجر بنفيت، لين مع البام بس من غير الكلاود اتس ميجر بنفيت، لين وذ بام ان كلاود اتس ماكسيمم بروفيت اند ماكسيمم افشنسي، نقدر نوصل لحاجات فيها كتير طبعا بخلاف حدث ولا حرج بقى كل البروجكت اوفرول داشبوردز، كل رقم بكل جيج من الموجود بكل تشارت مع كل واحد بالفعل من اول الكوانتيتي سيرفيز، من اول السيرفيرز كمساحين، من اول الاكسكيوشن والتوريدات اللي بتحصل، انت شايف الموضوع بالفعل كانه انت بتمايسترو كل البيانات دي كلها من شاشه واحده، اصبح شغلتك بفكره اللين كويستي ان انت تشوف الحاجات دي ما خلصتش، طب ما خلصتش ليه، طب البرودكشن ريتس بتاعتنا، وبقى اصبح الموضوع بيوصل معانا لدقه فعلا في الورك بريك داون ستراكشرز بتاع اكتيفيتيز اللي هو زي ما كنا بنتكلم فيها بس الحفر هو اتاخر، انا بقيت بلاحظ ان في زون معينه في ستيج معينه في ايريا معينه البرودكشن ريت الطبيعي بتاعها وذن ويك مثلا من 100 ل 150، في مقابل ان زون ثانيه بتيم ثاني لا ده هو اخره 70 80، فساعتها اصبح الموضوع انت بالفعل زي ما احنا بنسميها اللي هي البيرد اي من فوق خالص، فانت شايف كل الارقام بتتحرك قدامك وقادر تشوف على طول فين الوجع فين الليكج والكريب اللي حاصل عندك وتقدر تبوش عليه بشكل كبير قوي فتقدر تزق الكلام ده، بخلاف طبعا عدم وجود بشكل او باخر موضوع الداتا كولكشن وموضوع الكولابريتيف بلاننج وموضوع ان انت رافع كل الكلام ده بشكل او باخر على الكلاود عشان تقدر تمونيتور الكلام ده، فهو صراحه كان ضربه من ضروب الخيال، واعتقد غالبيتنا لو بشغلينها بالطريقه المعتاده زي الاكسل او زي ايا كانت الداشبورد المعتاده، فانا اللي بقوم بشغلانه التجميع وباكد على الفاليديشن وبرجع راجع فيها، لا خلاص كل الامور دي اتوزعت، هنا بقينا شايفين التشارتات حتى بالنسبه لي كافورتس بتتبذل بير بروجكتس، وشايف كل مشروع من المشاريع وكل اكتيفيتيز كل اكتيفيتي من الميجر اكتيفيتيز اللي موجوده عندي بتتغير بشكل كبير فيها ازاي، فاصبح الموضوع انت بالفعل اتس مايسترو اوف بيتهوفن سيمفوني زي ما بيقولوا، لازم تنزل ان ديب ولازم تخش لكل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز دي ولازم تعمل الاوبزرفيشن بتاعتك وتنزل وتسجل الكيس ستاديز على البلاتفورم بشكل او باخر، ولازم تقول والله المشاكل بتاعتنا هنا ومحتاجين نسرع ده، والفاليو ادد بالنسبه لنا فعلا لا تتعدى 10 ل 20% من الديوريشن، والنون فاليو ادد 10 20% تاني، بس الويستي 70% ولا 60% فلازم نتحرك عليه، كل ده It's a major, major, major. ونرجع نقولها من الأول سلايدز كنا بنتكلم عليها فكرة التوت والدن، إن أهم حاجة إحنا بنخسرها جميعاً في كل مشروع للمشروع اللي بعده هي فكرة الليسن ليرنينج ليسن اللي موجودة فيها، وبالذات لو بنتكلم على مشاريع وغالبية شركاتنا وغالبية الكيانات اللي كلنا بنشتغل فيها بتاخد تقريبا مشاريع in the same scope، يعني غالبية الشركات اللي بتشتغل في الانفراستراكشر بتكمل شغلها في الانفراستراكشر، الشركات اللي بتشتغل في البلدنج بتكمل فيها on major industrial او commercial او residential، فبالتالي بيبقى عندنا فعلا حجم learning lesson كبير جدا بس للأسف غير مسجل، بس للأسف مش معلم بالنسبة لي على كل activity، بتبقى هي خبرات شخصية وده حلو وكل حاجة، بس
احنا دايما بنعتبرها ان خبرة شخص واحد بتبقى فارقة عن خبرة ال 55 مهندس اللي مش يعني موجودين معانا دلوقتي. فتخيلوا حضراتكم كل الليرنينج ليسون، لو انا عارف 10 وحضرتك عارف 10 وغيري مش مهندس سمر عارف 10 وهكذا، كل الجروب بتاعنا ده معاكيه بقى معانا 550 ليرنينج ليسون اقدر ادجست فيهم حاجات كتير قوي في البلان بتاعتي وفي الاكشوالز اللي انا بتابع عليها وفي الريفرنس اللي انا بشتغل عليها عشان تقدر فعلا الدنيا تو بي ايدنتيفايد. طبعا بالتوتال كيرفز بالنسبه لي اقدر اتابع البروجرس اون ابديتد تايم، واي ديكلاين حصل فيه اقدر اقفشه على طول واشوف البروجرس بتاعي كاكتيفيتيز كاعمال، سواء حتى على الميجر اللي هو كان اللي احنا كنا بنسميها الميجر اكتيفيتيز او حتى على الفاليو ادد بروجرس بالنسبه لنا. طبعا اخر حاجه اللي محتاج برضو انترست يقرا فيها في خلال هذا الاسبوع، في كام ويب لينك احنا حاطينهم، في كام كتاب اعتقد هنلاقي نسخ منهم وممكن ننزل كذا نسخه اللي هي متاحه طبعا تو بي فري على البيج بتاعتنا عشان الناس لو حابه تطلع عليها الموضوع، وان هي برضو تقرا في الموضوع اكتر لغايه ان شاء الله ما نشوفكم يوم السبت القادم. لو في اي تساؤلات حتى هذه اللحظه اكيد هبقى سعيد. جزاكم الله كل خير يا دكتور. لو واحد عنده سؤال المايكات كلها مفتوحة، لو حد عنده أي سؤال. في أي حد عنده أي سؤال للدكتور أو الباشمهندسة؟ تمام. أوكي. طيب ما ننساش، وده للجميع، الأساينمنت اللي إحنا اتفقنا عليها إن أنا في شغلي في خلال هذا الأسبوع لازم أبص عليه من السكوب بتاع 3 element of lean اللي إحنا اتكلمنا فيه، ولازم احاول اظبط الاكتيفيتيز بتاعتي بنفس البرنسبل الفايف برنسبل، او افكر دايما من وجهه نظر الفاليو ستريم او الكاستمر سبلاي ريليشن شيب، مش مع الاند كاستمر بس، لا زي ما احنا كنا بنتكلم حتى زي ما بنسميها كده بالاغاني القديمه، عشان اعمل تورته فانا محتاج قمح، القمح لازم فلاح يزرعه، طب الفلاح محتاج سماد وهكذا. هي دي فكره فعلا السبلاير كاستمر ريليشن شيب اللي احنا بنتكلم عليها. فبالتالي كل اداره موجودين معايا في الشركه لازم افكر فيها من هذا الكونسبت، ولازم احدد انا ايا كان البوزيشن بتاعي ايا كان السب المنتري بتاعتي، اعتقد محتاجين فعلا احدد هو مين السبلاير بتاعي، ممكن طبعا يبقى مالتيبل سبلاير مش وان سبلاير، ولازم احدد مين الكاستمر بتاعي اللي انا بديله سيرفيس بديله فاليو عشان يوصلها في الاخر. ده التو اساينمنتس دول كريتيكال لينا فعلا عشان نقدر نستف المنظور بتاع دماغنا. واعتقد زي ما انا قلت لحضراتكم بدايه السيشن دي هتبتدي تختلف كتير معانا لغايه ان شاء الله السيشن اللي جايه. اعتقد لما نابلاي الكلام ده على الارض اعتقد هيفرق مع حضراتكم كتير. طبعا شاكرين لباشمهندس عمر وفريق بمقاربيه كامل ان هو بيدينا هذه الاتاحه لهذا النقاش الممتع فيها. باشمهندس محمد علاء اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس محمد؟ الحمد لله تمام. شاكرين افضلك يا دكتور والله، شاكرين معليك يعني على الجهد المبذول ده، والله ربنا يبارك في علمك وفي الباشمهندس السمر ان شاء الله. يا رب لينا وليكم جميعا. ربنا يسلم عليك. انا دلوقتي يا دكتور عندي استفسار بسيط، انا دلوقتي متابع الكورس من الاول ويعني الحمد لله اتعلمت بما يعني على قد استطاعتي، وانا دلوقتي مثلا كمهندس صغير زي بقاله مثلا 5 سنين خبره او 6 سنين، اشتغلت في ميجا بروجكت زي باور بلانت اليمنتيشن مع تريبل سي، واشتغلت في المولانا عرف في دبي مع في فنادق كبيره يعني.
تمام. انا عايز ازاي اطبق الموضوع ده على ارض الواقع، يعني الجزء اللي حضرتك قلت ان احنا نطبقه الاسبوع ده، خلاص احنا اوريدي هنستارت فيه الاسبوع ده ان شاء الله، بس هل ممكن يبقى فيه يعني زي ورك شوب كده صغيره لليوزرز، الناس الصغيرين ممكن يستخدموها على زي بيلدر نقدر نشتغل فيها اه نستفاد؟ طبعا اه طبعا شور شور، ما دي حاجه تساعدنا ونقدر ننسقها مع باشمهندس عمر وفريق بيم اريبيا ونقدر نظبطها، ودي مش هيبقى فيها مشكله ان شاء الله. نبقى بس زي ما شاطرين. حضرتك، لا لا تحت امرك، لان هي الهدف زي ما انت حضرتك بتقول احنا بنحاول ننفذ على ارض الواقع، نستفيد منها على ارض الواقع، وعشان كده التو اساينمنت اللي احنا بنتكلم فيهم لغايه الاسبوع الجاي ننفذهم. انت لوحدك كباشمهندس محمد هتحس ان طريقه تفكيرك اختلفت، بس عشان نقدر فعلا زي ما انت بتقول ان نستارت اوفر الموضوع بسرعه ونشوف الجين بتاعه، لان زي ما قلت لحضراتكم المشاريع من خلال من 10 15 اسبوع لماكسيمم 20 24 اسبوع اللي هو بنتكلم فيها اربع خمس شهور بكتيره، البروجرس كون ان يبتدي يعلى من 68% ل 98% باستخدام الكونسبت ده، اكيد ده بيبقى محتاج ومجهود وشغل كتير قوي فيه، وطبعا حاجات تفاصيل كتير جدا وضخمه جدا عن الافكار اللي احنا بنطرحها مع بعض. فاكيد ممكن نسقها مع باشمهندس عمر والشباب بتوع بيم اريبيا ازاي ممكن نعمل فعلا سيشن او ورك شوب زي ما حضرتك بتقول كده، تبقى تفصيليه شويه زياده ونقدر ننسقها مع بعضينا. شكرا، أفضل ما عليك يا دكتور، شكرا أفضل، شكرا، تحت شكرا، امرك تحت امرك مع يا السلامة. باشمهندس محمد. تمام، دي ممكن ننسقها ان شاء الله ونقدر نشوف الدنيا بإذن الله بتتحرك دكتور. ازاي. هل في اي استفسار اخر؟ تمام، شاكرين باشمهندسة سمر ده ما شاء الله لحجم المجهود والمعرفة والعلم اللي حضرتك بتسبورتي معانا فيه وبتجويني معانا فيه بشكل كبير، وشاكرين الحضور برضو على حسن الاستماع، وإن شاء الله نشوفكم على خير شكرا، الأسبوع الجاي، بس بأهم حاجة بالأسايمنت وإلا مش هتنفع معانا، ربنا يعينكم. اعملوا التاسك يا جماعة، حاولوا تشوفوا تلاحظوا وتعملوا observation وتشوفوا ازاي تحددوا ال waste من خلال ال activities اللي انتوا شغالين عليها وخلال ال site اللي انتوا شغالين عليه. حاولوا تشوفوا كده زي suggestions او مقترحات تقدروا تطوروا بيها الشغل عندكم في مجال الشغل، ممكن نتناقش فيها السيشن الجاية ان شاء الله.